مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في الاهلي الليله. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، الاهلي الليله بيغطي كل اخبار النادي الاهلي، خصوصا كمان الاخبار الجميله في الايام المفترجه اللي احنا فيها، وثالث ايام العيد الاضحى المبارك. ربنا يجعل كل ايامكم ان شاء الله اعياد، وتكونوا في فرحه وصحه ان شاء الله باذن الله. يعني عايز اقول لكم ان شاء الله الحلقه النهارده تكون حلقه مليئه بالاحداث. هبداها مع الاستاذ رامي عبد الحميد امين صندوق اللجنه البارالمبيه، وبعد كده حوار مع سرايا محمد لاعيبه النادي الاهلي لكره السله، يكون مع الكابتن خالد العوضي ان شاء الله، واخيرا عمر عبد الله محلل الكره العالميه مع النجم عمر ربيع ياسين. حلقه ان شاء الله تكون زي ما احنا متعودين معاكم، تكون مليئه بالاحداث اللي بتستنوها دايما وبتسالوا عليها دايما. بنحاول نغطي كل الاحداث المتعلقه بالنادي الاهلي في كل مكان وفي اي مكان وفي كل حته، زي ما احنا مسميين الاهلي في كل حته. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. ايام قليله او اسبوع بالكثير ان شاء الله، ويعود او تعود الجماهير لمكانها الطبيعي واللي احنا كلنا بنستناها. الجماهير ترجع تنور المدرجات، عوده مش باللي احنا عايزينه حتى لو 5000 متفرج كمان، لكن ان شاء الله تكون بدايه لعوده امتلاء المدرجات والجماهير الاهلاويه تحديدا اللي بتنور كل استادات النادي الاهلي او ملعب اي ملعب بيشرفه النادي الاهلي. عايزين نكون عند حسن الظن. انا عارف ان جماهير الاهلي دايما عند حسن ظن الجميع ودايما بتشرف اي مكان هي فيه، لكن عايزين نكون عند حسن ظن اكتر واكتر عشان ترجعوا تنوروا وتملوا كل استادات النادي الاهلي اللي بيلعب فيها النادي الاهلي. ان شاء الله تكونوا عند حسن ظن الجميع وترجعوا حمى زي ما انتم حمى دايما النادي الاهلي في المدرجات، كمان ترجعوا حمى وترجعوا تخوفوا اي فريق يلاعب النادي الاهلي. محتاجينكم دايما، محتاجينكم في كل وقت، وان شاء الله ترجعوا بقوه كمان. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الاستاذ رامي عبد الحميد امين صندوق اللجنه البارالمبيه، ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني الاستاذ رامي عبد الحميد امين صندوق اللجنه البارالمبيه ونائب رئيس القسم الرياضي في اليوم السابع. منور الدنيا. اهلا بيك كابتن، وتحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير. يعني امين صندوق بقى لازم اول سؤال اساله لك، الناس مبسوطه منك ولا لا؟ لان امين الصندوق ده انت عارف هو اللي ماسك كل حاجه. والله احنا بدأنا، قول لي انطباع الناس الاول عن رامي عبد الحميد اللي هم الابطال، مبسوطين ولا مش مبسوطين؟ وبناء على كده نبدا نتكلم معاك. هقول لحضرتك، هبدا بس من البدايه. احنا بدانا مع اللجنه البارالمبيه كاول مجلس منتخب في تاريخ اللجنه البارالمبيه في 25/11 بعد اقرار القانون الرياضه الجديد، ودي يمكن كانت خطوه، كانت يعني كل لعيبه القدرات الخاصه بتستناها ان يكون في مجلس ليها منتخب مش معين. جميل. مطابق لقانون واعراف دوليه يعني. فالحقيقه الحمد لله قدر لي ان انا اكون موجود مع المجلس المحترم الموجود برئاسه الدكتوره حياه خطاب. وبدانا بشهر 12 اللي فات او 12/2017 يعني، كان في بعض الامور محتاجه ضبط ماليا، الحمد لله قدرنا ان احنا نحققها في فتره مش قليله يعني. يعني ايه محتاجه ضبط؟ في يعني طبعا انت عارف حضرتك اي مؤسسه او اي هيئه بتبقى محتاجه ضبط مالي من ناحيه المصروفات وناحيه الايرادات وناحيه الضبط العام للمؤسسه نفسها يعني. فالحمد لله يعني قدرت يعني بجهد زملاء ومجلس اداره والعاملين في اللجنه الحقيقه برضه ساعدوا كتير قوي في الموضوع ده، قدرنا ان احنا ننزل مصروفات كتيره جدا. كان يعني الموضوع كان عايم. مش كان عايم بالمعنى المظبوط، لكن فكره كان بس محتاجه نوع من الضبط، نوع من الانضباط، نوع من توجيه الصرف ازاي. فدي كانت كلها الحمد لله حققت يعني ايجابيات كويسه قوي، رشدت كتير وظهرت في الميزانيه اللي هتتناقش ان شاء الله مع الجمعيه العموميه. تمام. في 26/9 ان شاء الله. تمام. لكن على مستوى اللعيبه الحمد لله انا يمكن ما افتكرش ان في اي لاعب في اي منتخب، احنا اللجنه البارالمبيه بندير 6 ألعاب. تمام. 6 ألعاب فيهم رفع أثقال، ألعاب القوة، السباحة، الطايرة، جلوس، رجال وسيدات، السلة،
كل دي العاب بتديرها اللجنه البارالمبيه. تمام. ما فيش اي لاعب يعني الحقيقه يعني يمكن اشتكى من اي حاجه في الفتره اللي فاتت كمستحقات ليه، لكن الشكوى الحقيقيه واللي انا بضم صوتي ليهم الحقيقه برضو فيما يخص المقابل اللي هو البدل اليومي، يمكن ده لا يليق باي لاعب. لا اللي هو البدل التدريب، مش بوكت ماني. بوكت ماني ده لائحه رسمي بتاعه الدوله. تمام. لكن بدل التدريب اللي هو بتاع اللاعب نفسه اللي بي بي بياخده اثناء التدريب ده لا يليق باي لاعب في العالم. ممكن يعني اعرف كام؟ 40 جنيه. 40 جنيه النهارده. انا حتى كنت مع يعني هو بيجي يوم التدريب بتاعه ب 40 جنيه؟ اه للاسف. بس افهم وافهم الناس، بياخد 40 جنيه في اليوم. هو ما بقاش ليه مرتب شهري؟ لا ما فيش مرتبات شهريه، هو بياخد بدل على بدل التدريب بتاعه، لكن اللجنه بتوفر الاقامه والاعاشه والمأكل والحاجات دي كلها في المركز الاولمبي. يعني ده موجود لكن انا بقول لحضرتك الكلام ده حصل مع الوزير الدكتور اشرف صبحي، والحقيقه الراجل ده يعني ربنا يكون في عونه، وعمل حاجه برضو للبارالمبيك، ان الاول مره في تاريخ وزير للرياضه او وزير الشباب والرياضه ان هو يلتقي ببعثات البارالمبيك فعلا. لاول مره يعني ما حصلتش قبل كده، ان حتى هم حسوا ان هم قالوا حتى في الاجتماع قالوا احنا حسينا ان احنا بقينا لعيبه منتخب مصر، بقينا حد مهتم بينا وبيقابلنا قبل السفر وبيحفزنا وبيقول لنا احنا عايزين ايه والحاجات دي كلها. فالدكتور اشرف انا بحييه جدا جدا على هذا الموقف. وكمان وقعد في الجلسه اللي حصلت ان هيحصل نوع من التغيير في الامور دي، وهيحصل جلسه ان شاء الله ما بيننا وما بين الدكتور اشرف لتحسين الامور اللي هي الماليه بالنسبه للتدريب. لكن كل الامور الخاصه بالتدريب او بالمعسكرات يمكن اللجنه البارالمبيه حققتها على مدار الست شهور اللي فاتت بنسبه كويسه جدا. والله انت صدمتني يعني، اكيد والناس اللي بتفرجوا علينا وسمعنا دلوقتي اكيد صدموا. 40 جنيه بياخدهم بطل. هنتكلم بقى على الابطال دلوقتي مع الاستاذ رامي، ابطال واخدين ميداليات ذهب في الاولمبيات، واخدين افريقيا، متهيألي مكتسحين افريقيا كلها. هو كابتن عبد الحميد يعني دايما هو حضرتك طبعا اعلامي كبير وكل الساده الزملاء الصحفيين عارفين ان الابطال البارالمبيك بيحققوا ميداليات ومراكز افضل من الاولمبيين. وده يعني نتيجته كانت في ريو دي جانيرو الاولمبيات اللي فاتت، البارالمبيك محقق 12 ميداليه في حين ان الاولمبيين محققين 3 ميداليات. لا انا دايما ما بحبش اقارن بصراحه، مع احترامي طبعا لحضرتك ورايك طبعا، لكن انا ما بحبش اقارن. ليه؟ لان دول يعني ابطال خارقين. طبعا في حته ثانيه خالص. طبعا بصراحه يعني لما انا بقول لحضرتك المقارنه لصالحهم، يعني المقارنه طبعا في كل حاجه لصالحهم، المقارنه لصالحهم كل حاجه. كمان بقول لحضرتك مش بقارن، المفروض نديهم كل الدعم، عشان كده بقول لك انت صدمتني. لا صحيح، لما عرفت ان هو بياخد 40 جنيه بدل تدريب وما فيش ليهم مرتب شهري. بس اكيد دكتور اشرف، بس اسمح لي برضو ان انا اقول جزئيه حصلت برضو في خلال الست شهور دول برضو مع وزاره الشباب والرياضه، وكنت اتكلمت مع المهندس خالد العزيز في الوقت اللي هو كان موجود فيه قبل ما يجي الدكتور اشرف، ونجحنا في ان احنا نعمل المساواه في حصد الميداليه. حصد الميداليه كان الاول بيحصل ان اللاعب الاولمبي بياخد وليكن مثلا على الميداليه الذهبيه في الاولمبياد بياخد 1,000,000 جنيه، في حين ان اللاعب البارالمبي بياخد 150,000 جنيه. فالحمد لله عملنا يعني جهد مع المهندس خالد عبد العزيز، وعملنا مذكره وعملنا مساواه، واللعيبه صرفت الفلوس. طب يعني جميل، يعني خدوا الفرق. حاجه جميله. خدوا الفرق. قول لنا برضو الحاجات الايجابيه، خدوا الفرق ده في خلال الست شهور اللي فاتوا. تمام. كل اللعيبه اللي حققت في اولمبياد ريو جانيرو خدوا الفرق اللي هو ما بين الفرق اللي بين البطل الاولمبي والبطل البارالمبي، وحتى كمان في بطولات العالم. بطولات العالم برضو اتصرف لهم الفرق برضو بطولات العالم. ده حقهم جدا. طبعا اي حد بيمثل مصر برا اولمبي بقى اولمبي اي حاجه، اي حد بيمثل مصر اعتقد ان هو لازم يبقى ليه احسن حاجه ممكن تعملها له انت كبلد. وكوزير الشباب والرياضه طبعا دكتور اشرف صبحي عمل حاجه انسانيه جدا جدا قبل ما يكون حاجه يعني تليق باسم وزاره الشباب والرياضه، تليق باسمه هو دكتور اشرف صبحي. من اول ما تولى المسؤوليه انا قلت هو راجل بيجري
مش ماشي حتى. الراجل بيجري عشان يعني يحاول يدخل مصر في المنظومه العالميه الاحترافيه للرياضه اللي احنا بنحاول نوصل لها او نحاول حتى نتعلق فيها. فالدكتور اشرف صبحي بصراحه من اول يوم انا قلت ان الراجل بيجري، واعتقد انها حاجه انسانيه قبل ما تكون حاجه زي ما انا قلت طريق بيه هو كوزير شباب الرياضه، ان هو يستقبل ابطال البرا الاولمبيين ويقعد معاهم قبل ما يسافروا ويقعد معاهم بعد ما يسافروا ويحاول يحقق لهم التوازن او العداله. كابتن ابو حميد، الدكتور اشرف قال حاجه في وسط الجلسه وانا حافظها كويس لان انا اعرفه من سنين. يعني الدكتور اشرف كان لاعب، يعني كان لاعب كاراتيه، فهو قال وهو قاعد قال انا عارف يعني ايه قيمه ان مسؤول يجي لي يقدرني في ان انا وانا مسافر رايح بطوله، فعارف ان دي معناها قد ايه عندي كلاعب. فهو بصلها من ناحيه ان هو حاطط نفسه مكان اللاعبين اللي موجودين على الكراسي، فاعتقد ان دي كانت نقطه ايجابيه كويسه قوي بالنسبه للدكتور اشرف. واللعيبه كمان يعني الحقيقه هم استقبلوها استقبال كويس قوي. انت قلت لي عشان انا مش هفوت لك كلام، اتفضل. يعني انت قلت لي اول ما دخلنا، اولا قول لي ايه اللي خلاك تفكر تدخل في موضوع اللجنه البارالمبيه؟ اولا انا كنت انا بشتغل صحفي عادي، اوكي، وتعرض عليا او مش عرض عليا، يعني انا كلفت من وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز بالتواجد في مجلس اداره الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين. الكلام ده في سنه 2016. وانا الحقيقه ما كنتش في دماغي ان انا اخش مجلس اداره او ان انا اكون موجود في مجلس اداره، لكن يعني الشباب المكفوفين ويمكن انا على علاقه بيهم الحمد لله لحد دلوقتي كانت علاقتي بيهم كويسه واصروا ان انا اكون موجود. تمام. كأمين صندوق. بعد ما قعدت في الاتحاد المصري للمكفوفين برضو المجلس الاداره قال ان احنا عايزين يبقى لينا حد ممثل في مجلس اداره اللجنه البرلمانيه بحكم اللائحه والقانون. احنا معانا فاطمه عمر، انا مستنيها تسمع كلامك يعني عشان نرحب بيها بقى ونديها حقها كمان. لا فاطمه طالما موجوده يبقى نكلمها. يلا يلا انت رحب بيها بقى، رحب ببطلاتك بقى. فاطمه ازيك عامله ايه؟ رامي ازيك عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انا رحت من غيري. لا ده انت هتيجي لوحدك، ده احنا هنجيبكم لوحدكم كابتن فاطمه، يعني بتتنوروا الدنيا ونتشرف بيكم ورافعين راسنا ورافعين راس مصر كلها، فلازم طبعا نعمل لكم حلقه تليق بيكم. بس احنا لسه هنجيب بقى، يعني جبنا الاستاذ رامي ان شاء الله نجيبكم ان شاء الله كده ونرحب بيكم ونعمل لكم احتفاليه تليق بيكم وتليق باسم مصر انتوا رفعتوه. احنا تحت امر قناه النادي الاهلي في اي وقت، يعني ده بيتنا يعني. كل سنه وانت طيبه الاول، والف مبروك ليكي على كل الميداليات اللي انت حصلتيها. للاسف انا بعتذر كمان عن عدم متابعتي اللي هي اللي تستاهلوها يعني، لكن انا بصراحه بتابع على قد ما بقدر، لكن ان شاء الله بعد كده ان شاء الله نخصص دايما فقره لمتابعتكم وكل اخباركم باذن الله. فاطمه كمان اسطوره من اساطير يعني البارالمبيك، ميداليات على مستوى يعني سنين فاتت كتير قوي، فليها رقم قياسي باسمها يعني. فاطمه عمر دي عنوان كبير للرفع. فاطمه رقم عالمي اعتقد. صحيح. وما شاء الله معاها ميداليات كتير جدا. معاك كم ميداليه يا كابتن؟ تعرف تعد؟ هعرف اعد، هحاول. لا والله الحمد لله انا بقالي 24 سنه ما شاء الله. ما شاء الله. منهم 22 سنه دولي. هو انا استاذنك الصوت بيقطع، فلو نقف في مكان فيه سيجنال بس. تعالى شوف شويه. معايا 5 دورات بارالمبيه على التوالي. ما شاء الله. 4 ذهب و1 فضه. ما شاء الله. الحمد لله معايا اكتر من 5 6 بطولات في عالم وافريقيا وعرب، يعني الحمد لله تاريخ مشرف يعني الحمد لله. اكيد اكيد اكيد. ويعني والله انتوا تشرفوا اي حد بصراحه. يعني كفايه روحكم، كفايه اصراركم، كفايه عزيمتكم، ويعني حاجه بصراحه ابطال فوق العاده وابطال خارقين بصراحه، تستاهلوا كل خير. لا هو كلهم بصراحه. الاول قولي لي استاذ رامي بقى عامل معاكم ايه في الفلوس؟ عشان انا جايبه هنا بستجوبه. شفتي بقى انا جايبه لوحده ليه؟ يعني هو قبل ما يكون امين صندوق عندنا في اللجنه هو استاذ رامي صديق للعيله. طبعا استاذ رامي ما بيتاخرش علينا في اي حاجه حقيقي. ويمكن هي اللجنه البارالمبيه كلها احنا بنعتبرها يعني احنا اسره واحده، يعني على راسهم الدكتوره حياه الخطاب دي ام كلنا. استاذ ابراهيم امين، استاذ احمد ادم، يعني مش عايزه انسى حد، استاذ ذهب حسنين،
كلهم بصراحة يعني يقدروا ان هم يساعدونا على قد الامكانيات اللي بتوصل لهم من اللجنة. طبعا الحمد لله يا استاذ رامي ما بيأثرش معانا يعني. انا سؤال اكيد اتسالتيه كتير جدا يا كابتن فاطمه، لكن انا هساله لك عشان مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي يعرفوا. كابتن فاطمه، عمر اختارت رياضه رفع الاثقال ليه؟ انا اخترت لعبه رفع اثقال يعني تحدي لنفسي قبل اي شيء. وبتحدى بيها الناس كلها، يعني انتوا شايفيني انسانه معاقه وانسانه ضعيفه، ما ينفعش ان انا اعتمد على نفسي، لازم اعتمد على الاخرين والمحيطين بيا. طبعا دي نظره انا كنت عايزه اغيرها للناس كلها، فازاي اغيرها للناس كلها الا اذا كنت عملت حاجه مختلفه، حاجه ما بتتعملش في العادي يعني. فدورت على ايه اللي ممكن يلفت النظر ليا، لقيت ان انا العب رياضه عنيفه، خصوصا ان انا بدات الرياضه كان وزني قليل جدا، حوالي تقريبا كيلو 40 كيلو تشيل حديد، دي حاجه كانت بالظبط للنظر قوي. الحمد لله حطيت رجلي في لعبه رفع اثقال، ومن وقت ما حطيت رجلي في الصاله قررت ان شاء الله ان انا هكون بطله اولمبيه فيها، مش عالميه ولا محليه كمان. وقدرت الحمد لله ان انا باصراري ان انا اوصل واقول للعالم كله ان مفيش حاجه اسمها اعاقه ولا حاجه اسمها ضعف يعني. لا الحمد لله الانسان بارادته ممكن يعمل اي شيء. اكيد اكيد طبعا يا كابتن اكيد. يعني عايز برضو اسالك، ايه التضحيات اللي انت ضحيتي بيها عشان تبقي بطله كبيره في هذه اللعبة تحديدا؟ لا أكيد ضحيت بحاجات كتير، منها طبعا الإنسان بيحب يرفع عن نفسه كتير، أنا ما كانش عندي أي وسيلة للترفيه يعني، الصيف كله بقضيه في معسكرات وبطولات، يمكن الناس بتقضيه في المصايف والسباحة والحاجات دي، أنا ما كانش عندي الفرصة إن أنا أقضيه في أوقات المرح ده. ضحيت إن أنا ما أبقاش مع أولادي باستمرار، ما أبقاش جنب جوزي باستمرار. ضحيت كمان ان انا ممكن ابقى قاعده جنبهم وهم بياكلوا وانا ما باكلش عشان احافظ على ميزاني. يعني ضحيت بحاجات كتير، بس يعني كل التضحيات دي اكيد بتروح اول ما الواحد يقف على منصه التتويج ويرفع علم بلده. اكيد طبعا. عرفيني على اولادك بقى، وعرفي الجمهور على اولادك. انا عندي شهد عندها 16 سنه. بتلعب رياضه معينه؟ لا والله، هم انا متجهه معاهم للتعليم اكتر يعني من الرياضه. طب شفتي بقى، ينفع كده؟ انا يا هم في الرياضه ينفع كده؟ مش هقدر اواظب عليا وعليهم. تمام. اكيد هو ليهم تمرينات وليهم اوقات وبطولات، وانا يعني على طول مشغوله للاسف يعني. انا يا هم. شاهد ومين تاني؟ وعندي ليلى عندها 7 سنين. ما شاء الله. وباباهم طبعا كابتن عبد النبي، هو كان لعيب رفع اثقال. بس هو اعتزل من فتره. وطبعا يعني هو سر نجاحي لغايه دلوقتي من بعد جوازي يعني. ربنا يخليهم ليكي، ودايما بطله كده، ودايما رافعه راس مصر لفوق كابتن فاطمه، ودايما ان شاء الله كده نرحب بيكي، ودايما نبارك لك، وان شاء الله تنورينا في اقرب وقت هنا في قناه الاهلي عشان نحتفل بيكي وباقي ابطال الابطال معاكي في البارا اولمبيه. لو عايز تقول لها ان شاء الله يا فندم، شرف ليا والله. لا احنا نتشرف بيكي والله. فاطمه كل سنه وانت طيبه، ودايما كده متالقه، وخلاص كده كفايه الكلام اللي انت قلتيه يعني. ربنا يخليك. ميرسي عليك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه، ودايما كده بخير، ودايما رافعين اسم مصر فوق. حاجه جميله جدا. لا طبعا 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 يعني الحقيقه هم يعني كلهم يعني المجموعه كلها، سواء رفع اثقال او زي ما قلت لحضرتك كابتن، احنا عندنا 6 العاب. احنا عندنا يعني في يعني يا ريت يعني نتواصل ان شاء الله مع قناه النادي الاهلي. احنا عندنا حاجه معجزة. معجزة. احنا عندنا لاعب اسمه هاني بيلعب سباحة، الناس مش هتصدق اللي انا هقوله يعني. هاني؟ هاني عبد الصبور. هاني سوري، هاني عبد الصبور زميلنا. هاني عبد الصبور. لا هاني عبد الصبور. لا هاني 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 البحيري. هاني البحيري. ده لاعب بيلعب سباحة برجل واحدة. ما عندوش في جسمه كله غير رجل واحدة. يعني ايديه الاثنين مش موجودين، ورجليه وعنده رجل بس. يعني من غير 2 ايدين ورجليه تحت، عنده رجل واحده. فهو بيتعامل برجل واحده بس. معجزه. حقق في بطوله العالم في المكسيك ميداليه فضيه لاول مره في تاريخ مصر. معجزه. الناس يعني هناك بطوله العالم. حقيقه يعني الناس هناك في المكسيك ما كانوش مصدقين
يعني هما معظم اللقاءات بتبقى يعني ايد أيوة او أيوة اتنين أيوة ايد او رجل او يعني، لكن انسان عايش برجل فقط ويتعامل. طب هو معلش برضه علشان نعرف الساده المشاهدين، بيدخل مع ابطال بنفسه شكلهم ايه؟ يعني لا في لا هو بيدخل مع ابطال في معاه كان في المنافسات، ممكن نشوف الفيديوهات وابعتها لكم، ان هو المنافسات بتاعته كان في اتنين ايدين، واحد من اتنين ايدين ومن غير رجلين خالص، وواحد تاني بايد واحده ومعاه اتنين رجلين، يعني ايد واحده. هو الوحيد اللي كان، هو كان الوحيد حاجه واحده بس، حاجه واحده بس. فيعني الحقيقه معجزه، وعايز اقول لحضرتك قد ايه المعاناه اللي بيعانيها اللاعب اللي بالشكل ده. يعني كمان في حضرتك طبعا عارف، بس هو طبعا دلوقتي مع اتحاد تنس الطاوله بعد الاستقلال لما حصل الجامعات العموميه، بقى في لعيبه راحت لاتحاداتها. ابراهيم حمدتو حضرتك عارف، ابراهيم حمدتو طبعا اللي هو لاعب تنس الطاوله اللي بيلعب بفمه، فده ما بيلعب، ده معجزه ثانيه. طبعا ده شرف بتكريم سياده الرئيس كتكريم خاص لي في السنه اللي فاتت، وكان على اساس ابراهيم حمدتو سياده الرئيس اختار عام 2018 وعام الاعاقه يعني. فالناس الحقيقه اللعيبه بتعاني معاناه شديده جدا، وعشان خاطر تروح التمرين وعشان خاطر تروح ان هي تتمرن بتعاني. طب هاني يعني بيجي التمرين ازاي صح وبتعمل ازاي؟ بيجي التمرين معاه اخوه بيجيبه من اسماعيليه. هو يعني اسماعيلاوي؟ من اسماعيليه. بيجي حاولوا تجيبوا لنا هاني يا جماعه التليفون لو ينفع. انت سايب لهم رقم تليفونه؟ لا هاني انا ما لا ما اصلا هم كانوا طلبوا رفع خالص. اوكي. هاني من اللعيبه يعني فعلا حضرتك تشوفه ما شاء الله، يعني كمان ولد مؤدب جدا، قنوع جدا، يعني حاجه فوق الوصف يعني. طب هاني اتكرم، انت بتدخلنا في حاجات. اتفضل. اتكرم هاني، كرموه. احنا في كان حصل تكريم بعد ما احنا تولينا المسؤوليه. هو التكريم خد المدينه الفضيه في سنه كام؟ في 2017. كاس العالم 2017. 2017. وكان من المجموعه اللي راحت قابلت الرئيس طبعا. السيد الرئيس طب هل يطبق عليه الميداليه بالمساواه بالميداليه الاولمبيه؟ طبعا. اوكي. وحصل على كل المستحقات. اقل حاجه، اقل حاجه. طبعا. لا لا اقل حاجه ده. لا وبعدين عايز اتخيل حد يعني متخيلين مع الاستاذ رامي، والله انا مش عارف اتكلم اقول ايه. متخيلين الاستاذ رامي بيقول ايه؟ حد برجل واحده، انتوا متخيلين عمل ايه عشان يبقى يعني ياخد ميداليه فضيه في بطوله عالم؟ انتوا متخيلين المجهود اللي عمله؟ متخيلين كم التحديات اللي عاشها عشان يروح التمرين، عشان حد يوصله، وتعب الناس حواليه عشان يوصلوه؟ يعني حاجه، انت بتتكلم في حاجه معجزه فعلا زي ما انت بتقول. لا. عايز اقول لحضرتك ان سياده الرئيس اصر في يوم 1 يناير 2018 واليوم ده كان اعتقد حضراتكم طبعا فاكرين ان هو كان اجازه رسمي في الدوله، واصر ان هو يلتقي بالابطال البارالمبيين ويكرمهم. وكان من ضمنهم طبعا كل مجموعه اللي راحت في البطوله، وكان مجموعه تانية يعني. وكان في تكريم ليه برضو من الشركات الراعيه بتوعنا، بتوع اللجنه البارالمبيه، كان في تكريم لهاني وبعض اللاعبين الاخرين يعني. بصراحه زرامي يعني ربنا يستر الحلقه دي اكملها، اعرف اكملها. لا انا عايز اقول لحضرتك ابطال. وبعدين في نقطه مهمه قوي يا كابتن محمد، اللاعبين يعني ما يحسسوش حد ولا يحسسوا نفسهم ان هم يعني مش اصحاب قدرات خاصه. لا هم طبعا افضل، يعني هم بيحققوا بينجزوا افضل من الاولمبيين. انت ما سمعتش فاطمه بتقول لك انا تحديت الناس كلها؟ طبعا يعني تحديت الناس كلها علشان طبعًا تثبت للناس، تثبت للعالم ان هي يعني مش شخص، مش عايز اقول لفظ معاك والله، يعني ده دول، ده احنا اللي معاقين على كده والله بجد. يعني اللي بتتكلم فيه ده حاجات فعلا خارقه، حاجات فوق العادي. ما شاء الله حضرتك شايف كلهم بنات بيلعبوا رفع اثقال، يعني في ناس في الاعادي دي ما بيقدروش يلعبوا رفع اثقال يعني. فدول بصراحه يعني ما اعرفش حضرتك في الصوره ده لاعب محمد رفيع من اللعيبه اللي احنا بدانا نشتغل عليهم
فكرة أصحاب القصار القامة بقى موجودين كتير جدا في حاليا. هو المنتخب متجمع دلوقتي يا زرامي؟ ما احنا لسه راجعين واخدين راحة. تمام. واخدين راحة لو ان شاء الله هيخشوا معسكر بإذن الله في 1/10 عشان استعدادات اللي عندنا بطولة في شهر 2 في الإمارات. يعني هو عندهم تمرين، عندهم تجمع، عندهم لا حاليا لا في راحة. طيب انا معايا كابتن شعبان يحيى المدرب العام لرفع الاسكار. كابتن شعبان اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ كل عام وانت طيب. وحضرتك طيب وبخير. انا معايا طبعا الاستاذ رامي عبد الحميد بيرحب بيك. استاذ رامي طبعا امين امين الصندوق بتاعكم. اه طبعا هو اللي بيطرق. كابتن شعبان طبعا كان بطل كبير جدا ومن يعني من العناصر اللي كانت شرفت مصر في الدورات البارالمبيه، وفور يعني اعلان اعتزاله وتولى مسؤوليه المدرب العام وقايم بدور غير طبيعي مع المنتخب، يعني بحكم انه اصدقاء يعني الحقيقه. والله يا كابتن شعبان طبعا انا ببارك لك على الحاجات الانجازات اللي انتوا عاملينها وعلى الابطال والبطولات اللي معاكم، حاجه جميله جدا. لسه كنت مكلم فاطمه عمر دلوقتي، حاجه تفرح بصراحه، وانجازات فوق العاده وابطال خارقين كمان. يعني ببارك لك وبقول لك كل سنه طيب طبعا في الاول، وعيد سعيد عليك وعلى كل ابطالك وبطولاتك وعلى كل النجوم اللي عندك، وان شاء الله دايما رافعين اسم مصر في العالي كده ورافعين اسماءكم في العالي باذن الله. ربنا يخليك يا فندم ويرضى عليك الايام بخير. والمجهود اللي احنا عملناه والميداليات اللي احنا عملناها طبعا مش هتيجي من فراغ، ده وراها مجلس اداره وراها جهاز فني وراها لاعبين ملتزمين، كل ده تاثر في النهايه ان اللعيبه تحصل على الميداليات دي. اكيد يا كابتن اكيد. يعني قول لي، انا دايما بحب اعرف لما بيكون معايا مسؤول او مدرب عام او مدير فني ايا كان المسؤول ايه، بحب اعرف المعوقات اللي بتقابله في شغله ايه. هي حاجة واحدة وحيدة بس هي المعسكرات. احنا المعسكرات كانت الفترة اللي فاتت الطيارة، ولكن مجلس الإدارة وعد انها ان شاء الله الفترة اللي جاية تبقى طويلة. ان شاء الله تمتد لطوكيو ان شاء الله، فده هيؤدي لتطور ارقام بشكل ملحوظ ان شاء الله الفترة اللي جاية. كمان في خطة التطوير احنا يعني اللاعبين المنتخب بقالهم فترة كبيرة جدا ما فيش تجديد في العناصر بتاع المنتخب. دلوقتي مجلس الإدارة بيسعى ان هو يجدد عناصر المنتخب، يعني اول دي ثاني مرة ودي اول مرة نشترك بفريق ناشئين كان مكون من 5 لاعبين ناشئين. الحمد لله يعني تم دمجهم مع الفريق وكانوا سبب من الاسباب اللي الفريق المصري يحصل على الدرع العام في بطولة افريقيا. يعني ايه تجديد العناصر يا كابتن؟ اللي احنا عندنا عناصر الاساسيه اللي هم عمدان الفريق زي الكابتن هاني محسن والكابتن شريف عثمان والكابتن محمد الديب. العناصر الاساسيه دي اللي ما حدش يعني بقالهم فتره كبيره موجودين عندنا. طبعا في بعض العناصر اللي جت عليها جديده شويه زي رحاب رضوان، وفي بعض العناصر المكتشفه من الرعيل الاول زي جيهان جلال وجيهان غريب. انما بقالنا فتره كبيره قوي ما جددناش في العناصر المنتخب، فتم يعني. طب ليه ما بتجددش؟ لا ما احنا دلوقتي في جددنا ودخلنا في بطوله افريقيا بخمسه ناشئين. تمام. الحمد لله كلهم عملوا ميداليات وساهموا ان احنا خدنا الدرع الافريقي. والحمد لله كلهم عملوا ارقام افريقيه. يعني يا كابتن شعبان معلش عشان برضو نفهم الناس وانا كمان افهم مع حضرتك، يعني بقى صعوبه التجديد في ايه؟ احنا عاوزين فتره معسكرات اطول شويه، ده مش هيتاتى الا بوجود راعي للجنه يصرف على الرياضيين دول. ميزانيه الوزاره بتيجي، بس طبعا ميزانيه الوزاره بتخلص على طول، وطبعا ده مش هنقدر نكمل البطولات الرياضيه ومش هنقدر نكمل التاهيل لطوكيو الا لما يكون في دعم مادي على الفرق ديت. انا شايف ان الدعم المادي دوت هيبقى ده يعني دور وطني لرجال الاعمال الفتره اللي جايه، لان رجال الاعمال دول هيساهموا ان الابطال دول يجيبوا ميداليات لمصر في الدوره البارالمبيه اللي جايه، فده دور وطني قبل ما يكون رعايه. اكيد اكيد. اتفضل. انا بس عايز يا كابتن شعبان بعد اذنك الاول قبل ما ارد على الجزئيه دي، احنا عايزين نحيي كابتن محمد الديب ده كابتن المنتخب. احنا موجودين معاه كابتن محمد، احنا هنجيبه معانا. كابتن محمد الديب يعني من الابطال الكبار قوي،
ويعني تعرض لحادث قبل البطوله من فتره، ويعني ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع ان شاء الله. متجمعين عنده ان شاء الله طبعا لان هو من اللعيبه المؤثرين جدا بتوعنا يعني. والجهاز الفني الحقيقه الكابتن محمد عزت المدير الفني والكابتن شعبان عاملين مجهود كويس قوي. هو بيكلم حضرتك كابتن شعبان في تجديد الدماء، بمعنى ان احنا اول ما تولينا المسؤوليه زي ما قلت حضرتك في 12/2017 بصينا على المنتخبات بتاعتنا، تمام، لاحظنا ان احنا عندنا في احنا ممكن طيب عناصر. لو عايز تكلمه هو شخصيا ونتكلم نستكمل الحوار. لا انا بحرك يعني بقول لحضرتك ان اللي هو التجديد اللي بيقول عليه الكابتن شعبان فيما يخص ان هو ادخال عناصر جديده عشان تكمل تكمل المشوار مع اللعيبه الكبار الموجودين. انا بقول له الصعوبه ان تدخل عناصر، قال لي عايزين رعاه وعايزين هو يقصد يعني يقصد ان فكره ان العدد الكبير عشان تضم المنتخب كله محتاج مصروفات اكيد، ومحتاج احنا كل منتخب حاطين له ميزانيه، فلما بتزيد الميزانيه اعتقد ان هو هيبقى عنده فرصه ان هو يزود اكتر. ده كابتن شعبان. والحقيقه يمكن احنا كان في جلسه قبل العيد وحصل توافق كتير قوي ما بين الجهاز الفني واللجنه البارالمبيه، واعتقد ان الفتره الجايه هتبقى المعسكرات هنتكلم برضو فيها برضو عشان نشوف ايه الحلول اللي ممكن نعملها علشان طبعا علشان تجددوا دماء الفريق. كابتن شعبان لو جنبك كابتن محمد الديب نسلم عليه ونطمن عليه. انا كابتن ابراهيم امين عضو اللجنه البارالمبيه، وكابتن محمد الديب وشريف عثمان وهاني محسن وكل الابطال محمد حسين زكي وعبد الخالي ومعتز. طب يلا ورحاب كل الناس موجودين وكابتن محمد عوض. طب انا انت بقى انت هتساعدني بقى هتساعدني يعني هتساعدني بقى يا فندم اتفضل يا شوف بقى تدينا مين نكلمه. كابتن ابراهيم امين مع حضرتك والديب مع حضرتك برضه. كابتن ابراهيم امين عضو مجلس الدين. طيب الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. انت عارف الاصوات. كابتن ابراهيم امين. كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم امين اهلا بيك يا كابتن. عضو مجلس. اهلا بيك حبيبي. عضو اللجنه البارالمبيه والمشرف على منتخب رفع الاثقال. اهلا بيك يا كل سنه وحضرتك طيب. معاك استاذ رامي عبد الحميد. استاذ رامي معايا مشرفني في الاستوديو. كل سنه وانت طيب يا استاذ رامي وعيد سعيد عليكم ومبروك على الميداليات. مبروك حضرتك يا دكتور. انا ببارك لك بقى احنا هنبارك لك احنا اللي بنبارك لك. كان هو رئيس البعثة والحقيقه كابتن ابراهيم يعني بيقوم بمجهود غير طبيعي مع رفع اثقال الحقيقه يعني الفتره اللي فاتت كلها هو يعني وش السعد زي ما بيقولوا. لا هو اللي انا متيقن منه يا استاذ ابراهيم ان حضراتكم بتقوم بمجهود مش طبيعي علشان كده بيتواجوا ابطالنا البارالمبيين بهذه الميداليات الكبيره جدا ورافعين اسم مصر كلكم بصراحه في العالي. والله انا عايز اقول لحضرتك طبعا هو الميداليه دي بتتعمل بجهد بيبدا من مجلس الاداره من تخطيط واستراتيجيات بتتحط الاختيار لاجهزه فنيه واختيار الملاعب المناسبه واختيار العناصر، بعد كده بيبدا بقى الجهاز الفني يشوف شغله ويبدا ان هو يقوم بعمليه التدريب وحط خطط وارقام معينه مقارنه بالارقام طبعا الدوليه، وبعد كده الجهد بقى والعرق بتاع اللاعبين كله هو في الاخر بيبقى الحصيله أو المحصلة في الآخر هي الميدالية دي. تاخد جهد كبير جدا وتعب كبير جدا ويعني لكن لو تسمح لي طبعا أنا أتكلم يعني إحنا برضو اتفضل كفريق رفع أثقال زعلانين جدا ما فيش سبوت إعلامي كافي. عندك علينا. حق عندك حق يكفي إن إحنا نزلنا في المطار ما فيش غير مجلس الإدارة طبعا هو اللي كان معانا وفوض الأستاذ رامي إن هو يجي كعضو مجلس إدارة وزميل. فين المسؤولين؟ يعني هي معلش فين المسؤولين؟ احنا عاملين 20 ميداليه واخدين اول افريقيا تمام؟ عندك يعني حق. فين المسؤولين اللي استقبلوا فريق زي ده؟ احنا ما فيش مسؤول عبرنا بتليفون هناك وقال لنا مبروك على ميداليه. يعني هي دي مش بطوله افريقيه محسوبه زي بطوله البحر المتوسط، يعني على الاقل دي بطوله قاريه حاجه معتمده اكتر من بطوله البحر المتوسط. وبطوله محطه مؤهله ومحطه مهمه جدا لطوكيو بنقل فيها عدد لاعبين وكان معانا 5 ناشئين ولاول مره لجنة بارالمبيه يتم الدفع بخمس ناشئين في بطوله دوليه زي دي. النهارده كانت في ارقام عالميه وارقام افريقيه بتتكسر هناك، ما حدش عبرنا. يعني فشيء بصراحه يعني مش عايز اقول شيء محزن على الرياضه البارالمبيه في مصر. عندك حق. بس يعني انا طبعا انا بتكلم لان دي قناه الدوله وبتكلم في تلفزيون الدوله ولازم اقول الكلام ده مش هنقعد نجمل في بعض. فأنا طبعا بوجه الشكر لمجلس الإدارة اللي اهتم بالفريق ده
بوجه شكر الجهاز الفني للاعبين اللي بذلوا اقصى جهد علشان يحققوا ويرفعوا علم مصر. لك ان تتخيل ان لما علم مصر يترفع والسلام الجمهوري يضرب 13 مره في الجزائر معايا، وما في قناه من القنوات معايا قالت الكلام ده ولا زعته ولا قالوا اي حاجه. فانت لا، احنا قلنا يا استاذ ابراهيم على فكره، وانا تحديدا كمان اللي كنت في الحلقه وقلنا قناه النادي، انا بكلمك من قناه النادي الاهلي لو حضرتك متابعني يعني، انا كنت معاكوا لحظه بلحظه وقلت الخبر وقلت عدد ميداليات، لكن بصراحه طبعا يعني مش برضو حقكم المفروض نوفيه لكم يعني، لكن احنا تابعناكوا على قدر المستطاع. كتر الف خيرك حضرتك ومعدين القناه، وشرف لنا طبعا ان اتكلم في قناه الاهلي ومع استاذ رامي ومع حضرتك. ده احنا نتشرف بيكوا يا فندم. الله يخليك، وان شاء الله يعني نتمنى الجاي يبقى افضل، نتمنى الاهتمام يبقى بتاع الدوله، ومن خلال دي انا بناشد يعني سياده الوزير طبعا هو مش غريب عننا الدكتور اشرف، وبناشد الرئيس السيسي ان هو يبعت للفريق ده ويكرمه لانه مستحق التكريم كاداء مشرف وكلاعيبه ملتزمين وعلى اعلى مستوى. حقكم بناشدهم الاثنين يا جماعه، كرموا الناس دي ودعوهم عشان نقدر نستمر في المسيره بتاعه الانجازات. حقكم يا استاذ ابراهيم، حقكم. هي النهارده كان طبعا لفته من مجلس الاداره ومن اللاعبين المحترمين كلهم ان هم يجوا للكابتن الديب. كابتن الديب علامه مميزه طبعا في الرياضه المصريه، يكفي ان هو طبعا لسه الرقم الاولمبي لغايه دلوقتي باسمه في ميزانه، محدش كسره لغايه دلوقتي. هو ان شاء الله اعتقد ان هو كان ممكن يكسره في بطوله الجزائر الافريقيه دي، لكن هو ربنا طبعا اراد فاصيب في حادثه، واحنا هنا كلنا موجودين معاه، اللعيبه زمايله جايين بيقدموا له الميداليات وبيقولوا له ده انت شريك في هذا الانجاز. احنا عنده لنا وشرف لينا طبعا، وعزمنا على الغدا. عامل لكم غدا كويس الاول؟ اكلنا فراخ ولحمه وقعد جنبي وعمل. طب استاذنك انا بس قبل ما تديني الكابتن محمد، انا استاذنك بس ان انا اقول لك ان شاء الله ان انا بوعدك من خلال قناه الاهلي ان احنا نحاول نغطي كل اخباركم على قد ما بنقدر، وان شاء الله حقك ان انت بتطلبه اقل من حقك كمان يكون في متابعه اعلاميه على الاقل، حد يستقبلك، حد يطمن عليك، حد يبارك لك في الجزائر زي ما كنت هناك. انتوا رافعين اسم مصر، وزي ما قلت لحضرتك انتوا رفعتوا اسم مصر والسلام الجمهوري اتقال اكتر من 10 مرات واكتر من 13 مره، فاقل حاجه ممكن نعملها ان احنا نتابعكم اعلاميا والمسؤولين كمان يتابعوكم حتى بالتليفون. ان شاء الله نقدر نعمل كل الكلام ده، والدكتور اشرف اعتقد ان هو على قدر المسؤوليه، واكيد هيبقى في تكريم قريب جدا لابطالك وبطلاتك باذن الله. استاذنك اكلم الكابتن محمد الدين. كابتن محمد الدين معاك. طارق. عليكم السلام يا نجم. ازيك يا استاذك، الله يخليك. عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. كل سنه وانت طيب الاول. وانت طيب. كان زمان معانا ميداليه زياده دلوقتي. يلا خطر الله ما شاء فعل، الحمد لله بفضل. ان شاء الله تقوم بالسلامه وتجيب لنا بدل الميداليه اللي راحت دي تجيب مليون ميداليه باذن الله. ان شاء الله دعوه كده باذن الله وكون عند حسن. المهم الغداء اخباره ايه؟ تمام الحمد لله. كله مبسوط؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله. انا معايا الاستاذ رامي عبد الحميد هيسلم عليك ويطمن عليك. ازيك يا بطل؟ ازيك يا استاذنا، ازيك يا استاذ رامي؟ الف سلامه عليك، وان شاء الله باذن الله محمد الديب يكسر الدنيا ان شاء الله في البطوله الجايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني يمكن احنا ربنا اكيد ليه يعني قدر في ده، فان شاء الله أكيد. ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى موجود وافضل ان شاء الله من الاول. ان شاء الله كابتن، ان شاء الله باذن الله يكون ان شاء الله. كابتن محمد معاك كم ميداليه يا كابتن محمد؟ وانا بعرف اعد علشان الكابتن فاطمه عمر قالت لي بتعرف تعد، قلت لها بعرف اعد. والله من 2009 انا بلعب دولي لغايه 2018. ما شاء الله ما شاء الله. وفي السنه بتبقى ماتش او ماتشين دولي معايا، 2 اولمبيات بطوله لندن والبرازيل ده، وثلاثه عالم، وفي افريقيا دوري العاب وبطوله الصداع، يعني حوالي 17 16 ميداليه كده ان شاء الله. حاجه بصراحه انا مش حاجه مشرفه أرد. يعني حاجه والله انا ما عارف ارد عليك، يعني بصراحه حاجه ربنا يكرمك ويعني دايما اسمك مرفوع ودايما رافع اسم مصر فوق يا كابتن. وبرضه سؤالي اللي اكيد اتسالته كتير جدا برضه علشان متابعين قناه الاهلي تحديدا يعرفوا، الكابتن محمد الديب اختار رياضه رفع الاثقال تحديدا ليه؟ هو انا وانا كنت الاول سليم قبل حادث الصدار، وانا متعود على حوادث بقى كده،
فكان حادث قطار، فكنت بلعب لياقه بدنيه وضغط وضغط، كان جسمي يعني متمثل في اللي هم بيلعبوا حديد كويس. وانا كنت بقى من جهاز مستشفى العجوز القوات المسلحه، كان معظمهم يقول لي انت بتلعب حديد، فبقول له لا ما بلعبش حديد. فلقيت نظره الناس كلها ان انت جسمك زي اللي بيلعبوا حديد ورشاقه، فاخترت لعبه رفع الاثقال وحبيتها، وقدرت ان انا اثبت نفسي فيها واحقق. برضه هسألك برضه السؤال اللي سألته الكابتن فاطمة، التضحيات اللي ضحيتها، أكيد ضحيت كتير جدا عشان تبقى بطل بالحجم ده يا كابتن. والله بتبقى البيت والأسرة والمعسكرات وسفر وخروج وحاجات كتير، يعني بتتنازل عنها اللي أنت تقدر إن أنت تحقق الميدالية أو تقدر تحقق أرقامك اللي أنت عايزها، والضغط النفسي والعصبي كله بيبقى مؤثر عليك لغاية ما تقدر تحقق ميداليتك أو تخلص الماتش. وبعد كده بتريح فتره بسيطه وترجع تحط نفسك انت في ضغط تاني، عشان ما تقدرش، انت لازم تقف، لازم تكمل، لازم تعلم من اصنامك وتطور من نفسك. اكيد عندك ابطال بقى وبطولات صغيرين؟ عندنا مريم رقيه والسيد. ما شاء الله ما شاء الله، قول لي اعمارهم ايه يا كابتن؟ مريم 10 سنين، رقيه 8، والسيد 2.5 7 شهور. بتلعب مريم رياضه ولا لسه؟ لسه بادئين يلعبوا كاراتيه. كاراتيه كارثي، ربنا يخليهم ليك يا رب، ربنا يخليهم ليك، ونطمن عليك دايما ودايما رافع اسم مصر لفوق يا كابتن، وان شاء الله تقوم وترجع احسن من الاول بكتير جدا كمان باذن الله ان شاء الله. قول لي معاك كابتن شريف برضه نطمن عليك. طب كابتن رامي، الاستاذ رامي هيقول لك حاجه قبل ما ناخد شريف. انا هاجي لوحدي بقى ان شاء الله عشان الغداء بتاعي لوحدي. ها عينيا الاثنين ان شاء الله. طب ما تعزمني انا كمان. انا والكابتن ابو حميد خلاص تمام. كابتن محمد يعني كريم جدا والناس محترمه قوي. باين عليه باين عليه باين عليه. ان شاء الله يرجع افضل افضل باذن الله ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. عايز الكابتن شريف يا ريت يا ريت. السلام عليكم. عليكم السلام يا نجم. ازي حضرتك يا استاذ رامي؟ كل سنه وانت طيب. انا عبد الحميد حسن، والاستاذ رامي معاك هيسلم عليك اهو. كابتن شريف. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب، وكل الاستاذ رامي طيب، والشعب المصري كله بخير. يا رب دايما يا رب، وانتم بخير ودايما رافعين راسكم لفوق ورافعين كمان اسم مصر لفوق. يعني كنتوا اعزمونا معاكم كده، رحتوا العزومه دي من غيرنا لينا ورامي. نعم؟ اعزمونا معاكم. اه اتفضل. هنا كان كل حاجه بزياده. اه دايما 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 الكابتن محمد ديب، لسه الاستاذ رامي بيقول راجل جميل جدا وخير جدا ومضياف، اكيد طبعا مبسوطين وانتم معاه، وان شاء الله يبقى معاكم قريب جدا، وان شاء الله يحصد الميداليات معاكم تاني ان شاء الله. ربنا يحفظك ان شاء الله، دايما نفضل محافظين على انجازنا، ونفضل محافظين على تالق فريق رفع الاطفال، وكل ده بفضل الله ثم جهود بتاعت مجلس اداره اللجنه البارالمبيه ووزاره الشباب والرياضه طبعا. اكيد يا كابتن شريف، قول لي برضو ميدالياتك وبطولاتك ايه؟ كتير قوي. انا هنقعد نعد ما شاء الله. الاستاذ رامي بيقول لك كتير. انا ما شاء الله ما شاء الله، كله بصراحه داخل بيقول لي يعني ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم ويحفظكم. ربنا يخليك. انا بلعب رياضه من 2006. كان اول مشاركه ليا كانت بطوله عالم، وعملت فيها ميداليه فضه، وبعد كده عملت بدات اولمبيات من اول 2008. ولعبت 2012، ولعبت دوره اولمبيه الاخيره 2016، والحمد لله دلوقتي احنا في طريق التاهل للدوره الاولمبيه طوكيو 2020 ان شاء الله. ان شاء الله نكلمك كده، ربنا يدينا العمر كده ونكلمك ونبارك لك على الميداليه الذهبيه باذن الله. ربنا يعزك يا استاذ عبد الحميد. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك معانا، وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن الشعب المصري كله. ده احنا نتشرف بيكوا يا كابتن شريف. ربنا يحفظك. دي حقيقه، نتشرف بيكوا، وبتاسف لكم كنا مقصرين معاكم اعلاميا، لكن احنا في قناه الاهلي بنحاول نغطي دايما اخباركم، كنا معاكم في بطوله الجزائر، وان شاء الله معاكم حتى هنا في الاهلي، لكن ان شاء الله نغطي كل بطولاتكم، ونغطي كمان بطولاتك انت شخصيا كابتن شريف عند حسن ظن الجميع بطل عالم كبير جدا. كمان بيعمل جذب لرجال الاعمال والمستثمرين والشركات الراعيه. اكيد الاعلام، يعني عمر ما في واحد راعي هيروح يرعى فريق مش معروف. اكيد اكيد اكيد. لا ده انتوا اي حد يتمنى يبقى راعي ليكوا والله. ربنا يعزك، الله يخليك. رامي، الاستاذ رامي مظبط الدنيا معاكم ولا فيها؟ هو معايا اهو الاستاذ رامي، اكتر واحد افادنا طيب في الفتره الاخيره، انا بوجه له شكر خاص. طيب ماشي، يا رب دايما كده.
ربنا يجعلنا دايما عند حسن ظنه. شكرا جدا يا كابتن، ودايما كده فوق ورافعين اسمك واسم مصر فوق. شكرا جدا ليك. ده ايه ده؟ ده حاجه كسبت انا حاجه جميله قوي. كسبتك بصراحه. لا يا رب تكسبني. لا 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 الحقيقه انا لا والله بجد يعني والله يا كابتن، ده انا عايز اقول لك يعني انت محظوظ انت شغال مع الله يا كابتن. انا عايز اقول لحضرتك والله كل اللي حضرتك بيتكلموا فيه ده هم برضو يعني حقوقهم لسه فيها كتير، يعني حقوقهم لسه هم عندهم قناعه يعني كويسه قوي، يعني عندهم رضا غير طبيعي، لكن هم بس حابين ان حقهم يبقى موجود مش اكتر. يعني عايز اقول لحضرتك جزئيه من ضمن الحاجات اللي احنا شغالين عليها. احنا فكرنا كده في الفتره اللي فاتت بخصوص ان احنا نستعين بمصابي القوات المسلحه والشرطه، لان اللي هم بيحصل لهم بتر او يحصل لهم اي حاجات نتيجه طبعا العمليات الارهابيه وكان الله في عونهم يعني. ففكرت في ان انا يعني الناس دي ان احنا نستعين بيهم ويلعبوا، لان هم عندهم كل مقومات الرياضه النجاح، عندهم كل مقومات النجاح والتحدي بالظبط. وكمان لازم نبص من الناحيه الانسانيه ان هو ضابط او جندي او هيبقى قاعد ما عندهوش اي مشاركه موجوده، فاحنا لازم يدخل دي مع فكرة الحقيقة. تواصلنا مع جهاز الرياضة العسكري طبعا ناس على أعلى مستوى، العميد حازم صبري، وتواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة وطلبنا منهم، والحقيقة هم كمان يعني في مخاطبات مع وزارة الدفاع والأمان العام للدفاع ووزارة الداخلية، وإن شاء الله بإذن الله نحصل على موافقات قريب. ده هيساعدنا كتير جدا 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 في حاجتين الحقيقة، يعني هدفين. الهدف الأولاني إن أنا الأبطالنا دول والناس اللي ضحوا بأعز ما يملكوا بالنسبة لهم إن هم يدخلوا في الحياة ويعيدوا نفسهم تاني الحياة في مشاركة رياضية وينافسوا في بطولات أو في ألعاب ممكن هم ينجزوا فيها. الهدف التاني إن أنا بزود الناحية الرياضية عند اللجنة البارولمبية، ان عندي ابطال اخرين بالظبط اللي هو بيتكلم فيه، انا اقدر ان انا استعين اللي هو الكابتن كان بيتكلم فيه. الله انا عايز اجدد فكرة دي احنا شغالين عليها، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان احنا نحصل على موافقه الامانه العامه وزاره الدفاع ووزاره الداخليه ان شاء الله في القريب يعني ان شاء الله. طب هو يعني مش عايز اقول لك هو لازم الموافقه، لان هو خلاص بيبقى بيبعد البطل اللي بيضحي بنفسه او بيضحي باي جزء من جسمه. لا هو بيبقى مازال ضابط، مازال ضابط في القوات المسلحه وليه طبعا حاجات، فلازم ياخد موافقات يعني لازم ياخد موافقات. اعتقد ان هم مش لا 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 خالص، لان هم يعني الموضوع يعني الموضوع ترحيب غير عادي، بس هي فكره الاجراءات يعني. هيبقى معاك كمان ابطال يعني واحد مش هيبقى عندنا في صعوبه ان احنا نجهز ونأهل لحد من جديد. لا ده بطل يعني ما شاء الله كلهم. لا كمان أبطال يعني. كمان ابطالك اللي معاك يعني ربنا كان ليه حكمه في كده، لكن طبعًا دول اللي اختاروا ربنا انت فاهم بالظبط، هيبقى معاك حاجه. احنا فكرنا في ده حاجه خارقه، فكره فكرنا في ده ان شاء الله باذن الله يعني هنمشي فيها قريب ان شاء الله. احييك على الفكره دي بصراحه ان شاء الله باذن الله. ربنا معاكم يا رب، ربنا معاكم حاجه مشرفه وحاجه كبيره. كنت تسالني بقى قبل الكلام ده كله على سالت يعني انا دخلت ليه صح كده؟ كنت بحكي الموضوع الاتحاد المكفوفين وكلفت من وزير الشباب والرياضه، وبعد ما انتخبت في مجلس الاداره مجلس الاداره راى ان انا اكون موجود في اللجنه البرلمانيه كممثل ليه يعني تمام كمجلس اداره، واتخذ قرار مجلس اداره بان انا اترشح للجنه البرلمانيه، ولحسن حظي طبعا ما فيش حد ترشح قصادي فاخدتها بالتزكيه يعني. ده الموقف. طبعا لما بقيت موجود مع اللجنه البارالمبيه واللعيبه زي ما حضرتك شايف يعني علاقتنا ببعض علاقه حاجة جميلة. جيده جدا حاجة جميلة. احنا يمكن الميزه برضو اللي عندي انا شخصيا ان انا سني قريب منهم يعني احنا بنتعامل كاصحاب واصدقاء، ولما بيكون في اي حاجه حتى خارج اللجنه بنتواصل، واللي انا بقدر عليه بقى ان انا اشوف ان احنا ممكن نحله او كده بقدر عليه يعني. ف يعني اعتقد ان الحمد لله يعني انا يمكن قضيت فتره كويسه جدا الفتره اللي فاتت، وان شاء الله ربنا يعني يقدرني في الفتره اللي جايه لحد طوكيو 2020 ان احنا ننفذ اللي احنا مطلوبين مننا ان شاء الله يا رب. انت معاك نجوم ذهب
طبعا معاك كنوز اولمبيين كنوز. يعني واخدين اولمبيات واخدين بطولات افريقيه واخدين لا انا عايز اقول لحضرتك بقى في غير رفع الاثقال في السباحه عندنا زي ما قلت لحضرتك هاني وفي عندي ايمن ايمن عباس دي برضو اول مره في تاريخ اللجنه البارالمبيه ومصر عموما ان فتاه بنت تحصل على ميداليه ذهبيه في السباحه لاول مره توت عالم السنه اللي فاتت برضو 2017 اول مره وحقيقه احنا اشتغلنا على السباحه لان السباحه بالنسبه لنا مهمه جدا تعاقدنا مع وفي ابطال كتير بره مصر طبعاً في العالم كله في ابطال كتير يعني ما تروحش تاخد البطوله وتيجي لا خالص لا في منافسه قويه جدا يعني منافسه قويه جدا احنا تعاقدنا مع اكيد بره يعني كمان في انا اسف ان انا بقطعك اكيد بره كمان الوسائل التدريبيه والدعم المادي انا هكمل لحضرتك النقطه دي عشان احنا فعلا يعني قد ايه الاهتمام بالسباحه احنا جبنا اسطوره النادي الاهلي في السباحه الكابتن شريف حبيب ويمكن الكابتن شريف طبعا اسمه كبير جدا في عالم السباحه سواء داخل مصر او خارج مصر يعني. بالظبط فالحقيقه الراجل يعني اول حاجه قال لنا انا مش هاخد اي مليم خالص انا هشتغل معاكم متطوع يعني فكابتن شريف علاقتي بيه علاقه يعني من فتره طويله جدا واندهشت جدا من قراره ده وقال لي انا هشتغل مع الاولاد وان شاء الله باذن الله احنا هنعلق ميداليه يعني باذن الله في ريو مع الاولاد وكلهم اولاد صغيرين حاجه جميله جدا يعني اقصى حاجه عندنا هاني 23 سنه تقريبا احنا المعدل عندنا صغير اللي كان بيتكلم فيه بقى الكابتن شعبان ان هو بيقول لحضرتك كده ان احنا عندنا معدل السن بدا يكبر فاحنا مش عايزين نشتغل لطوكيو بس احنا مش هنشتغلش لطوكيو بس بالزبط. احنا بنشتغل احنا ان شاء الله 2024 و2028 موضوع ابطال القوات المسلحه ده هيفرق معاكم كتير طبعا بالظبط فدي من ضمن الحاجات اللي موجوده زائد احنا عندنا في العاب القوى برضو شغالين عليه لان العاب القوى احنا جبنا ميداليه في ريو فمحتاجين ان احنا ان شاء الله العاب القوى تكمل على المستوى اللي هي كانت موجوده فيه برضو في الطايره جلوس والسله الامور يعني عندنا قصور بنعالج فيه طبعا مع مجلس الاداره ان شاء الله الامور تتحسن في الفتره الجايه ان شاء الله يا رب قول لي ممكن تعمل ايه علشان تزود الدعم المادي تزود عدد الرعاه ده ان كان في رعاه اساسا لا عندنا رعاه طيب نزود عدد الرعاه عندنا 3 رعاه 3 نزودهم ازاي شوف حضرتك هو احنا من اول يوم فعلا ان احنا قعدنا قلنا ان احنا عارفين كويس قوي الاتجاه الجاي ايه او الرؤيه العامه بالنسبه للدوله هي ايه ان خلاص مفيش دعم ومفيش يعني مشاركه اكتر لان البلد يعني احنا حاسين كلنا مع بعض يعني احنا مش بعاد عن الدوله يعني حاسين قد ايه ان البلد عندها التزامات وعندها اولويات وعندها امور كتيره جدا فبالتالي ان الرياضه الفتره الجايه محتاجه مصروفات كتيره جدا واحنا اليورو والدولار فرق كتير قوي طبعا في المشاركات وفي تذاكر السفر والحاجات دي كلها فمن اول يوم احنا كان عندنا توجه في ازاي ان احنا نزود مواردنا الماليه بما لا يعني يؤذي الانديه يعني معظم الناس كانت بتقول طب نزود الاشتراكات على الاتحادات ونزود الاشتراكات على الانديه ما عملتش حاجه يعني انا لما ازود الاشتراكات يبقى انا ما فعلتش شيء فانا كده بزود اعباء اكتر على القاعده اللي تحت فبالتالي انا اللي لازم ادور على موارد اخرى عشان تقدر ان هي تواكب المصروفات غير طبيعيه طبعا احنا يعني احنا في بطولتين بس صرفنا 3 مليون جنيه في بطولتين بس فمصروفات غير طبيعيه بالنسبه لنا احنا ماشي يعني بالنسبه لنا احنا طبعا في انديه لكن احنا بالنسبه لنا احنا بتجيبوا ميداليات وبترفعوا اسم مصر يعني بالنسبه لنا احنا الموضوع يعني طب خليني اكلمك عمليا تمام الميداليه الذهب بيبقى قيمتها كام من الاتحاد الدولي لا الاتحاد الدولي ما حضرتك تقصد كمكافاه لا مكافاه الاتحاد الدولي ما بيديش اللي هو الدوله هي اللي بتدي الدوله الدوله المضيفه ولا الدوله اللي الدوله دولتي دولتي يعني انا انا مصر يعني انا باخد بس ميداليه لا انا باخد ميداليه بس لكن مفيش جوائز ماديه لا 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 خالص انا باخد الميداليه دي عشان خاطر باخد بيها مكافاه في الدوله بتاعتي
لكن هنا هنا في مصر زي ما قلت حضرتك في البدايه ان الحمد لله مجلس الاداره نجح في ان هو يعمل مساواه، وان كانت دي قرار مؤقت عشان يبقى برضو صراحه مؤقت لان هي ما هي قرار وزير هي شغالين على دلوقتي مع الوزاره ان احنا ندخلها في اللائحه رسمي يعني يبقى موجوده رسمي، لان هي نفترض ان حصل اي تغيير وزاري ممكن الوزير اللي يجي بعد الدكتور اشرف صبحي يلغي هذا القرار يعني. فاحنا بنشتغل على ان هي تكون موجوده دائمه بعيدا عن تواجد اشخاص او غير مجلس اداره او غير وزير يعني. ما اقترحتوش مثلا بطوله عربيه بارالمبيه؟ ما اقترحتوش الكلام ده؟ هو حضرتك يعني زي البطوله العربيه مثلا اللي هي شغاله دلوقتي جوائزها مثلا المركز الاول بياخد 6 مليون وشويه بس دي في كره القدم، ما اقترحتوش حاجه؟ اكيد كره القدم مش هتكلم عن اي لعبه جنبها، تمام ما ينفعش لان لعبه شعبيه في الشعبيه الاولى في العالم كله معشوقه الجماهير كره القدم، فيعني بس ممكن يعني يبقى في حاجه عربيه. وكويس ان حضرتك سالت نفس السؤال ده لان احنا قبل العيد مباشره احنا بس يمكن ما اعلناش لان لسه ده كان يعني نقاش في المكتب التنفيذي لسه هيعتمد بمجلس الاداره، يعني ان في مقترح من الزميل ايهاب حسنين هو النائب الرئيس ورئيس المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي وتقدم بمقترح ان في بطوله عربيه هيشارك فيها عدد من الدول ان شاء الله في شهر 12 وهتستضيفها مصر. فعلا؟ اه طبعا والله انا ما اعرفش حاجه. لا 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 عشان كده بقول لحضرتك فالحقيقه ده مقترح لكن ده عشان بس يعني الكلام يبقى واضح لسه هيناقش او هيعتمد في مجلس الاداره ان شاء الله. كل التوفيق ليك يا استاذ رامي، حاجه جميله. انا بصراحه يعني كنت يعني عمال اقول هكلمك في ايه وممكن نعمل ايه، بصراحه انا مبسوط جدا جدا من الحلقه دي ومبسوط من النجوم اللي انا اتكلمت معاها في التليفون حتى لو ما شفناهم، ان شاء الله باذن الله نخصص لهم حلقه ان شاء الله ونكرمهم فيها باذن الله. يعني اكيد قناه الاهلي مش هتاخر في حاجه زي كده، ان شاء الله نجيب لكم كده حاجه جميله كده كده. وانا بضم صوتي لصوتهم وزميل طبعا ريم امين واللعيبه ان فعلا احنا زمايل صحفيين لازم يكون في يعني لازم يبقى في اهتمام اكتر من كده، تغطيه اعلاميه اكتر وتغطيه اكتر من كده لان هم يستحقوا بجد يعني بجد يستحقوا يعني. اكيد يستحقوها فعلا، يستحقوها فعلا. ان شاء الله نعمل لكم كمان حلقه نكرمكم فيها باذن الله. باذن الله. نورتنا وشرفتنا وزرنا. شكرا جدا وكل سنه وحضراتكم طيبين وانت طيب. عيد سعيد على كل طيب. السلام. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا مع الاستاذ رامي عبد الحميد امين صندوق اللجنه البارا اولمبيه. ان شاء الله بعد قليل هيكون معاكم النجمه سرية محمد مع النجم الكابتن خالد العوضي، استنوهم وشكرا جدا لحضراتكم. مساء الخير على كل جماهير المصرية، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي، كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك، عيد أضحى كريم، نتمنى أن كل الناس تكون في أحسن حال وأحسن صورة، كل سنة وكل أعضاء النادي الأهلي طيبين، إن شاء الله كده كل اللاعبين في الاستعدادات الجديدة، كل اللاعبين في النادي الأهلي أكيد عندهم أجازات، طالعين لأجازات قبل الموسم وقبل موسم شاق، نتمنى حظ كافة البطولات وكافة الألقاب. النهارده 3 أيام أجازة، نتمنى اللاعبين يكونوا مع أسرهم في وسطيهم، أكيد بيغيروا أجواء دلوقتي بس يخفوا شوية من الفتة ويخفوا شوية من اللحمة علشان يقدروا يرجعوا تاني للموسم بداية الموسم ومعسكرات الإعداد قبل موسم بإذن الله للنادي الأهلي موسم جميل. نروح لأول أخبارنا النهاردة وفريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي اللي بيقوده الكابتن محمد مصلحي. بدأت فريق النادي الأهلي لكرة الطائرة معسكره وبدأ يحضر للموسم الجديد لبطولة الدوري العام وبطولة الأفريقية وبطولة كأس مصر. بدأ الموسم ان في 3/4 الفريق عندنا في منتخب مصر تحت قيادة الكابتن محمد مصلحي اللي بيستعدوا لكأس العالم الشهر الجاي بإذن الله، وباقي الفريق وباقي فريق الناشئين بيتمرن تحت قيادة الكابتن محمود جمعة. المطلوب رفع معدل اللياقة البدنية، المطلوب ان هم يكونوا في فورمة كويسة عشان يخشوا يتوائموا مع لعيبة اللي جاي من منتخب مصر بعد بطولة العالم، ان شاء الله باذن الله يخشوا فورمه مع بعض. اكيد كابتن ميدو وكابتن محمود جمعه مظبطين الاداء مع بعض. كل امنياتنا الطيبه لفريق كره الطايره بالنادي الاهلي باذن الله لحصد القاب كثيره في الموسم القادم.
الخبر الثاني عندنا على زياد عمرو صابر لاعب كرة السلة بالنادي الأهلي تحت 18 سنة. زياد أصيب في ظهره في العمود الفقري، اتعمل ليه عملية وعملية كبيرة. النهاردة بدأ يتجهز مرة تانية للموسم، وبدأ يتجهز بعد العملية، بدأ يخش مع اللاعبين وبدأ يخش في متابعات الأجهزة الطبية في النادي الأهلي. الناس بيشوفوه بيدوروا عليه، ان شاء الله باذن الله زياد يرجع مره تانية. ابن كابتن عمرو صابر لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، وهو المدرب العام لفريق كره السله بالنادي الاهلي، نتمنى له الشفاء العاجل والعوده مره اخرى الى ملاعب النادي الاهلي. ثالث خبر من ملاعب كره اليد، وملاعب كره اليد بتشهد دلوقتي برضو استعداد قويه جدا للموسم الجديد، بس هنتكلم على الناشئين او الصغار في النادي الاهلي. عندهم بطوله كبيره، بطوله الجمهوريه لكره اليد المصغره اللي بتقام في الاسكندريه من بدايه من يوم 26/27 باذن الله في الشهر الى يوم حوالي 4/9 ايام. في فرق كتيره في النادي الاهلي بتستعد، اربع فرق للولاد تحت قياده كابتن احمد سالم مواليد 2005 و2006 و2007 و2009، وفريق البنات او فرق البنات برضو دكتور تحت قياده الدكتوره هالة زكي من 2005 2006 2007 2008 2009، تسع فرق هيشاركوا في البطوله. البطوله دي بطوله بتكون يعني فعلا فرح او عرس لكره اليد المصريه، بيكون جميع الفرق المصريه بتشارك هناك في اسكندريه في الاكاديميه العربيه. اول ست فرق هم اللي بيتاهلوا الى المراكز الاولى ويبتدي يحصدوا الالقاب بعد كده. نتمنى لكل فرق النادي الاهلي واستعداداتهم باذن الله تكون على ما يرام، وان شاء الله يرجعوا لنا ويحصدوا لنا من هناك ميداليات في الطراز الاول او ميداليات الذهب. خش لاخر فقره معانا في الاخبار النهارده، وهي عن كره السله و كابتن علي هاشم ونتائج ومتابعه ليه عن استعداداته عن الموسم الجديد. كابتن علي هاشم هو المدير الفني لفريق 18 سنه للشباب، حصد السنه اللي فاتت بطولات كبيره جدا للنادي الاهلي، وهنطلع تقرير باذن الله ونستقبل كابتن من الكباتن الكبار وكابتن منتقل جديد او وافد جديد للنادي الاهلي، وهي لاعبه كره السله بنادي الصيد المنتقله حديثا الى النادي الاهلي كابتن سرايا محمد، وهنشوف الحكايه معاها ايه، ونشوف جت النادي ازاي، والالقاب اللي حصلتها في حياتها، ونشوف تاريخها ايه بالظبط وطموحاتها مع النادي الاهلي. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. بدأنا من حوالي شهر ونص، يعني لسه ما دخلناش في فترة الإعداد قوي، يعني السنة دي العدد كبير جدا، باقي معايا 15 واحد وطالع 13 واحد، وفي ناس جات من بره، فلسه يعني من بكرة خلاص هنبدأ نخش في فترة الإعداد، يعني خلاص بدأنا حطينا إيدينا على الليستة وحطينا ايدينا على الناس اللي جايه من بره، فمن يوم السبت ان شاء الله هنبدا نخش في الجد ان شاء الله فتره الاعداد الاساسيه ان شاء الله باذن الله. قوام الفريق هو هو ولا في تغييرات وفي تدعيمات؟ يعني بنسبه كبيره هيبقى قوام الفريق بنسبه 90% هو هو. جالنا دلوقتي ولد لسه ممضينه حالا من امريكا، كويس، مصري امريكاني هيبدا يشتغل معانا. جالنا احتمال يجيلنا ولد من الاتحاد بنحاول نخلصه، فيعني التقديمات يعني الجيل ده في النادي الاهلي مميز، ف يعني التقديمات هتبقى للضروره القصوى. يعني عندنا بطولتين ان شاء الله السنه دي، بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه، ان شاء الله باذن الله نتمنى ان احنا نفوز بيهم باذن الله ان شاء الله زي السنه اللي فاتت، ربنا كريم ان شاء الله باذن الله. ملعب الأهلي مع سيد عبد الحفيظ ومباراة الأهلي وحرس الحدود في الأسبوع الرابع من الدوري العام،
ومعكم على الهواء قبل وبعد المباراة برفقة نجوم التحليل الكابتن عادل طعيمة والكابتن حمادة صدي والكابتن أسامة حسني وفقرة التحكيم مع الحكم الدولي السابق سمير عثمان. ملعب الأهلي اليوم الساعة 7:30 مساء على قناة الأهلي. من نافذة الميديا والإعلام اعرف كل الأخبار وكل المعلومات كل الحقيقة من كل المصادر كل الكلام بكل التفاصيل كل شيء عن الأهلي كرة القدم والألعاب الأخرى البطولات والمنافسات انتظرونا مع صفحات الرياضة كل يوم المواقع الإلكترونية كل لحظة عالم السوشيال ميديا وما يجري فيه مع كلام في الميديا غدا الساعة 5 مساء رجعتولنا مرة تانية ورجعنا معاكم ومعانا كابتن كبير كابتن سوريا محمد المنتقلة حديثا من نادي الصيد إلى نادي الأهلي في الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي. أهلا بك كابتن سوريا. أهلا بحضرتك. معلش جايبينك في العيد وقاعدة معانا عيد أضحى بورك كده فيعني تقول لنا قبل ما نخش في بداياتك العيد بيمثل لك إيه؟ والله انا بالنسبه لي العيد يعني لما بيجي لا ببقى حاسه ان انا عايزه اقعد مع اهلي اكتر وحاسه ان انا مش عايزه انزل بقى خالص عايزه اقعد في البيت اكتر فلا العيد لا بستناه من كل سنه سنه وبالذات العيد الكبير كمان باخد اجازه من الشغل كبيره هنضطر بقى لا ان احنا مش هنروح التمارين وهنسافر لا بتبقى حاجه حلوه صراحه العيد بس احنا جبناكي عندنا وهنعيد مع بعض وهنتكلم على كل حاجه النهارده معاكي سوريا قولي لي واحنا صغيرين كلنا بنتمشى في النادي وبنلعب وصلنا ازاي لملعب كره السله سؤال مهم للناس والله انا اهلي اول لما جيت بدات خالص انا ما كانش في دماغي الباسكت اصلا احنا كنا بقى اهلي جم عليهم فتره اللي هو بلعب كل الالعاب بلعب باسكت بلعب سباحه تنس فانا كنت خلاص نجحت في اختبارات الباسكت ونجحت برده في اختبارات التنس فقالوا لي لازم اختار ما بين حاجه وحاجه علشان برده كمان الدراسه اعرف اوفق ما بين الاثنين فساعتها لقيت ان انا احسن في الباسكت فكملت فيها لكن هي بالصدفه يعني بالصدفه خالص لقيت نفسي في الباسكت ازاي صدفه دخلك معاها الباسكت يعني ازاي في مدرب عايزين نشرحها هو كان في مدرب هناك كابتن سيد كان هو اول حد هو اللي كان ماسكني في مدرسه الباسكت كويس شافني وانا بتمرن قال لي لا انت لازم تكملي باسكت وانا شايف فيكي سمات النجم وبرده حتى كابتن حنفي هيكل من الاهلي كان بيشوفني كتير جدا جدا كان بيقعد يقول لي من وانا زمان وانا صغيره لا لازم تيجي الاهلي ولازم انت هتبقي ان شاء الله نجمه وده مشروع نجم كبير فالكلام ده بسمع كلام من هنا وكلام ده حفزني اكتر ان انا اكمل في الباسكت ولا استمر في اللعبه دي انتهى الموضوع ساعتها واستمرتي في الباسكت اه في البيوت المصريه كان زمان شويه من فتره ايامي روح ذاكر بلاش لعب الكلام ده من زمان من 30 سنه دلوقتي العيله عندك او البيت عندك كان مين اللي بيبوش معاك الامور والله انا اهلي بابايا ومامتي هما الاثنين بالذات بابايا كمان اهلاوي جدا وبيحب الرياضه تعصب كويس جدا بصراحة. دي حاجه كويسه وهو صراحه هو بيحفزني جامد جدا ان انا لا استمر في الباسكت مش عايزني يعني اعرف اوفق ما بين الاثنين دراسه وباسكت كتير قوي كنت بطنش تمارين بصراحه عشان خاطر الدراسه عادي بس عملتها زي بس لا يعني عرفت ان انا بس يعني عشان مثلا ساعه الامتحانات او كده بقعد مثلا في الاخر شهر ولا حاجه اذاكر عشان اعرف اروح التمرين ساعات اه طبعا بضحك على اهلي واه ذاكرت ومش عارف ايه عشان اروح التمرين كده حقيقه الناس بقت عارفه الحقيقه كلها اه كلها عارفه كل حاجه بس لا يعني كنت بعرف امشي نفسي في الموضوع ان انا لا اظبط ما بين الدراسه وما بين الباسكت في الجامعه الصراحه عرفت اوفق ما بين الاثنين في المدرسه مش قوي يعني اه طبعا بس في الجامعه هم كمان كانوا بيسبورت قوي الموضوع لما عرفوا ان انا بلعب في المنتخب كانوا هم حتى نفسهم الجامعه
كانت بتنزلي بوست ان انا كسبت اخدت احسن لعيبه في بطوله، فلا الجامعه كانت بتديني سبورت فظيع، كانوا بيظبطوني حتى كمان في الغياب وكده. لا كان طب بصي عشان دخلنا في الحته دي وفقنا بين الدراسه وبين الرياضه. اي ناشئ صغير الولد نفسه يلعب نقول له ازاي وفق، يعني من كابتن كبير زي حضرتك ازاي نقول له وفق الاوضاع، وفق اوضاعك ازاي؟ يعني ان هو اي حد عايز يكمل في هو اولا هي في الاول وفي الاخر هي تالنت، هو هيلاقي نفسه في اللعبه دي هيعرف غصب عنه انه يوفق ما بين الاثنين. انا بشوف بصراحه ان انجح ناس هم الناس اللي بتلعب رياضه وفي نفس الوقت عندها يعني مش كل حياتها بس دراسه ولا كل حياتي بس باسكت. فلا انتوا انا بقول يعني لاي حد محتاج ان هو يكمل في لعبه او كده لا يفضل يعرف ان هو يركز ما بين الاثنين، يعرف يوفق ما بين الاثنين، يذاكر الصبح او حتى بعد المدرسه يخلص الاساينمنتس الحاجات اللي وراه على طول علشان يعرف بالليل يجي التمرين، يحاول يظبط اكله يظبط النوم يظبط كل حاجه، ما يجيبش مثلا على المدرسه على حساب الباسكت ولا على حساب اي لعبه يعني هو بيلعبها، او يجيب حتى عن تمرين على يعني يبقى يعرف يوفق ما بين الاثنين، هيظبط الاكل والنوم والدراسه هيلاقي نفسه اوتوماتيك مع الاثنين بقى منتظم في كل حاجه. كابتن سرايا صراحه وانا صغير 13 سنه مش انا انا زيك بالظبط، لكن الاولاد 13 14 سنه بيجروا عايزين يخرجوا عايزين يتفسحوا اصحابهم كل يوم بيروحوا اماكن مختلفه، قولي لي الاختلاف ده بيحصل ازاي؟ والله انا برضو حتى انا كمان كتير قوي بصادف دلوقتي اللي هو يلا ننزل اقول لهم لا معلش انا عندي تمرين، حتى خلاص لا صحابي اللي هو احنا اتخنقنا من الموضوع ده ان انت على طول عندك تمرين، بس والله اللي هو انا يعني انا حتى نفسي قابلتها، فانا مثلا ممكن اظبط نزوله مع اصحابي بعد التمرين قبل التمرين، لا هي بتتظبط وبعدين اوتوماتيك بقى هم كمان لا انت عندك ماتش طب احنا بقى هنيجي نتفرج عليكي، بقى هم كمان حابين اللعب، هم اصلا مش فاهمين يعني مش فاهمين بس لا احنا حابين ان احنا نيجي ونشوف ونتفرج والماتشات. سرايا بتحب اصحابك او بتحب الجماهير تيجي تتفرج عليكي؟ اكيد، يمكن سبب كمان من اسباب ان انا انتقلت للاهلي ان في جمهور فظيع بيجي يتفرج على الماتشات دايما، بيجي يحفز الناس، خسرانين كسبانين الجمهور دايما في ظهر اللعيبه، عمره ما بيسيب دايما، حتى لما انا كنت في الصيد وبتفرج على حتى اخر بطوله افريقيا بطوله الولاد اللي لعبوها مع كابتن طارق خيري شفت الجمهور صراحه كانت حاجه فظيعه، الجمهور نفسه ما بيسيبش اللعيبه دايما على طول واقف وراه، فمنظومه كامله جمهور من مجلس اداره من مدربين من لعيبه لا منظومه قمه في النجاح. دخلت ازاي النادي الاهلي؟ اول حد الصراحه كلمني في نادي الاهلي كان كابتن ايهاب الالفي مدرب بتاعي دلوقتي، هو كلمني دي ما كانتش اول مره نتكلم فيها، هو كلمني السنه الموسم اللي قبل اللي فات ان انا كنت المفروض ان انا اجي الاهلي وكده، بس الصراحه ما حصلش نصيب، مجلس الاداره ما اتفقش خالص ما كانوش موافقين خالص، فجينا بقى السنه دي برضو عيدنا نفس الكلام وتعالي وانتي وانا حققت، انا طبعا جايه على النادي متعود على المكسب، فانا ده بالنسبه لي هيبقى في بريشر اكتر ليا وستريس اكتر ان انا ابقى لا انا عايز اكسب، ما ينفعش حتى يعني ما ينفعش حتى نخسر نص ماتش، لا ما فيش حد هيرضى في النادي الاهلي خساره. ما انا عارف هي دي المشكله. لا يعني ولا جماهير ولا مجلس اداره بالظبط، ما فيش حاجه بصراحه، دي صراحه عشان كده النادي الاهلي ناجح ان هو ما بيقبلش بحاجه اسمها المركز الثاني، يعني المركز الثاني ده انجاز بس لا يعني ما بيردوش بيه، فده بالنسبه لي برده ده حاطط عليا بريشر اكتر ولود اكتر ان طول الوقت لازم نكسب، بس انا كل اللي انا عايزاه ان انا لا مش عايزه اخسر حتى ماتش واحد، حتى لو احنا ضامنين المكسب وضامنين ان احنا كده كده هناخد اول برضه ما نخسرش ولا اي ماتش. بريشر من كابتن سرايا بتقولي عليا بريشر جامد، مع ان كابتن سرايا متعوده في كل الناشئين كنا بنتكلم قبل الهوا قلتي لي ان انا ما خسرتش ولا بطوله. دي حقيقه فعلا، انا ما خسرتش ولا بطوله فعلا وانا صغيره، فبالنسبه لي بس لما طلعت الدرجه الاولى الصراحه ما كنتش يعني كنت بكسب في المنتخب اكتر ما كنت بكسب في النادي، يعني بقالي كتير ما دقتش طعم المكسب في الدرجه الاولى، عشان كده كان بالنسبه لي النادي الاهلي كان الاوبشن الاول ان انا كده كده جاي على نادي بيكسب ان شاء الله، نفسي ان انا اكون اضافه ليهم وتبقى اضافه قويه، فانا كنت بكسب وانا صغيره بس وانا كبيره لا ليها طعم تاني لما انا اكسب، ليها طعم تاني وخاصه مع النادي الاهلي. قولي لي السبيريت بتاعت اللعيب انت جاء كسبانه، فالسبيريت دي موجوده عندك، عندك قوه حديديه زي ما انا شايف قبل الهوا، بصراحه كنت قاعد مستمتع جدا بالحديث معاكي، بس عايز اقول للجماهير ان انت القوه دي واخداها مستمداها من نادي الصيد واستمديتي الكلام ده اكتر كمان في النادي الاهلي. طبعا انا في نادي الصيد لا انا في نادي الصيد برضو انا بالنسبه لي حتى النادي يمكن مش رياضي قوي ما بيهتمش بالرياضه زي النادي الاهلي بس برضو انا بالنسبه لي كأنا لا انا ما احبش ان انا اخسر حتى لو بوينت واحده بس، ما بحبش انا فعلا مش بحب اخسر، فبالنسبه لي ده طول الوقت بيكون عليا لود ويكون عليا بريشر ان انا دايما عايز اكسب، بلس بقى لما رحت النادي الاهلي ان هم مش متعودين على الخساره فده بوش اكتر ان احنا على طول اول على طول اول. دخلنا النادي الاهلي اول يوم دخلت فيه النادي خلاص انتقلت لنادي الصيد راح تمضي في النادي الاهلي، احكي لنا اليوم ده.
والله اليوم ده بالنسبة لي أنا فعلا كنت مقلقة جدا قبل ما أنزل، وأنا خايفة، وأنا مع إن هم حتى هناك صحابي، بس أنا بقى يعني أنتوا صحابي في المنتخب، كلنا مع بعض في المنتخب، بس النادي لا، غير حاجة تانية خالص إن أنا أكون في النادي ومعاكوا، هاجي بقى لا، فعايزة إن أنا أندمج بسرعة، وعايزة إن هم يبقوا على طول يعني نبقى كلنا مع بعض إيد واحدة. طبعا ان انا اخش عليهم جديده دي حاجه يعني ان هم متعودين عليا في المنتخب، بس هو مش سيد واهلي بس، بيكون سيد واهلي، سموحه، جزيره، سبورتنج، فان انا بقى انا معاهم لا، عايزه اخش في السيستم على طول، عايزه في اسرع وقت ان احنا نبقى فاهمين بعض، نبقى فاهمين. عايز اعرف يوم ما رحتي وقعتي عقود قابلتي مين، عملتي ايه، كان شعورك ايه؟ انا قابلت ساعتها كان كابتن ايهاب هو اللي كان معايا. تمام. انا طبعا قاعده بمضي العقد، لا انا مرعوبه، في حاجه انا مش فاهماها في العقد، محتاجه اقرا العقد كل شويه. تمام. لا كنت قلقانه جدا، واول مره في حياتي تحصل كده. انا من نوادر قوي في الباسكت بنات ان في بنات بتتنقل من نادي لنادي، فانا يعتبر مثلا تاني او تالت حد يعني من الناس الاوائل بس اللي اتنقلوا من نادي لنادي. بالنسبه لي طبعا كان الموضوع مرعب. شفت كابتن ايهاب كان عمال بيقول يلا وما تخافيش، فانا لا انا مرعوبه، اللي هو لا انا مش عارفه اعمل ايه، بس لا يعني الدنيا مشت، كانت ظريفه الحمد لله. طيب بما ان انت كنت مرعوبه وكان كابتن ايهاب الالفي هو اللي معاكي، فنشوف الحكايه مع كابتن ايهاب الالفي. مساء الخير يا كابتن ايهاب. مساء الخير يا كابتن خالد. كابتن ايهاب، كابتن سرية قالت انها كانت مرعوبه وهي بتمضي، وانت كنت معاها، احكي لنا موقف كابتن سرية كده على الهوا قدام الجماهير، كانت عامله ايه معاك؟ والله دي حقيقه يعني، مع ان سرية عندها خبره كبيره يعني مع ناس كتير ومنتخب مصر، مش مرعوبه قد ما هي حاسه بمسؤوليه، وناس اللي اتربت فيه طول عمرها، وطول عمرها كانت ناس كتير، وكانت نجمه ناس كتير طول عمرها، ومن هي صغيره 19 سنه وبعد كده في منتخب مصر، فحاجه طبيعيه ان هي جايه النادي الاهلي. فعلا حسيت ان هي قلقانه، وكانت حاطه على نفسها بريشر زياده ان احنا بنكسب ندعي على طول، الحمد لله بقى لنا سنتين بفضل الله بنكسب، فهي جايه عشان يبقى في اضافه ان كان في بطوله عربيه او افريقيه، فحسيتها ان هي يعني قلقانه من كل حاجه وعليها بريشر والناس عماله تتكلم عليها. فجي موضوع العقد بقى، هي مش عارف، ما كانتش متعوده بقى على موضوع العقد ده تقريبا يعني، فبتقول لي البنود كتير والحاجات كتير، لكن احنا كنا متفقين يعني على كل حاجه من اول يوم بصراحه، ومضيت ونزلت التمرين وربنا يكرمها ان شاء الله وتبقى اضافه للنادي الاهلي، وان شاء الله نكسب بطولات كتير مع بعض في الثلاث سنين. كابتن ايهاب طبعا اكيد وانت معانا لازم نطمن على فريق الاهلي سيدات، استعداداته واخبارنا ايه للموسم الجديد؟ والله يا كابتن خالد احنا بدانا فتره اعداد 7-7، البنات ماشيين كويس فتره اعداد جدا، الناس كلها منتظمه، عندي يعني بعض الاعتذارات غيابات دي، عارف البنات فجاه ممكن تتجوز، اللي يجي لها شغل ياخرها في الشغل لحد الساعه 7-8، فعندي ساره مغربي جامعه امريكيه بتخلص الساعه 8 جامعه امريكيه، مش هقدر تنتظر في النادي، وكانت من اللعيبه المؤثره واللعيبه اللي كان لها دور كبير جدا السنه اللي فاتت، سواء في الدوري او في الكاس او في المرتبط او في كره المنطقه، نفس الكلام سهيله هشام، لعيبه خبره ودورها كان غير عادي يعني مع الفرقه السنه اللي فاتت، نفس الكلام جالها شغل وترقت، فدول بالاضافه لسفر ريف موسى، دول الثلاث غيابات المؤثرين جدا السنه دي يعني. فكنا السنه اللي فاتت صراحه احنا بنتكلم سرية وبندور على تدعيمات، موضوع سرية السنه دي صراحه ما خدش يوم واحد بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه للكابتن رؤوف النشاط الرياضي او مجلس الاداره، بصراحه عرضت عليهم الموضوع، مجرد ما نادي السيد ابدا موافقته الموضوع سرية خلص في يوم واحد يعني، ما اعرفش هي حاجه تفاصيل ولا لا، بس دي كانت حاجه ايجابيه وحاجه ادتنا دافع ان احنا ان شاء الله نقدر نعوض الغيابات، مع ان كنت اتمنى يعني ان ريمو وسهيل وسارة يكونوا موجودين، كان هنبقى صراحه الشكل اقوى بكتير جدا، واتمنى ان شاء الله ان ريم ترجع وسهيلة وسارة يرجعوا حتى على القرار، فالحمد لله الموضوع خلص، موضوع سرية لعيبة خبرة وإضافة، ان شاء الله
تبقى اضافه قويه وتعوض الغيابات اللي حصلت لنا. عندنا دوري ان شاء الله كابتن خالد يبتدي 14، دوري المرتبط يبتدي 14، واحنا عندنا بطوله العربيه 23/10 في اسكندريه. دي بطوله عربيه النادي الاهلي، اخر بطوله عربيه كان فيها سنه 96. بطوله السنه دي قويه لان الفرقه هم نسبه الاثنين جاي ده بطل العرب وبطل لبنان وفرقه من الجزائر وتونس والاردن. البطوله هتبقى قويه السنه دي بالاضافه للنادي الاولمبي المنصب يعني. فيا رب ان شاء الله تبقى بدايه خير وبدايه سعيده، والبنات مركزين ان شاء الله ان احنا نجيب البطوله العربيه بالاضافه للبطولات المحليه بتاعت الموسم اللي فات ان شاء الله. كابتن ايهاب الالفي، يا رب باذن الله تعمل موسم تاريخي زي الموسم اللي فات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أربع بطولات السيزون اللي فات، ثلاثة اللي قبليها، سبع بطولات من الأصل، ثمان بطولات. نتمنى لك التوفيق ونتمنى لكل بناتنا إن شاء الله بإذن الله في البطولة العربية اللي أنا شايفك متحمس ومتحفز ليها إن شاء الله بالمكسب، وتكون معانا هنا جوه قناة الأهلي ونحتفل جميعا بالفوز إن شاء الله بسيادات النادي الأهلي بالبطولة العربية. كل أمنياتنا طيبة. شكرا كابتن إيهاب الألفي. شكرا كابتن. كابتن إيهاب، بطولات كتيرة. والحمل كتير. وبره حماس عندك روح ان البطوله العربيه هي اهم حاجه. اشمعنى البطوله العربيه هي اهم حاجه عندنا؟ والله انا بالنسبه لي البطولات العربيه دي مش اول واحده ان انا ادخلها انديه. دخلت قبل كده مع نادي الجزيره اعاره في سنه 2014، بعدها دخلت بقى مع واحده مع نادي الصيد في الاردن بعدها بسنه على طول، بعدها دخلت مع المنتخب بطوله عربيه كانت هنا في مصر مع كابتن عمرو عاشور واخدنا المركز الاول الحمد لله، وساعتها برضو اخدت احسن 3 بوينتر هداف رامية الثلاثية. ف يعني انا نفسي اكسبها انديه، نفسي اكسب اول انديه. كسبتها في المنتخب ودخلتها كتير جدا واخدت احسن لعيبه فيها، حققت التايتل اللي هو ليا، بس ان انا بقى احقق تايتل مع فرقه في نادي دي اللي انا نفسي اعملها، ودي مش هكون موجوده غير في نادي زي النادي الاهلي. فان انا اشارك مع النادي الاهلي وان شاء الله اعمل تايتل للنادي وتايتل ليا مع النادي الاهلي، وبالذات ان البطوله كمان في مصر في اسكندريه هيبقى فيها طبعا حضور جماهيري طبعا كتير جدا، لازم ان احنا نشرف النادي ونشرف الجمهور، وان انا اعمل التارجت اللي انا عايزاه ناخد اول. بلس كمان كابتن ايهاب ان هو بيمرنا كتير قوي، بيمرنا كتير قوي ان احنا لازم نركز على البطوله العربيه مش بس محلي، لا احنا عايزين ان شاء الله عربيه، وان شاء الله لو ربنا كرمنا نروح بطوله افريقيه. فهو عايز البطوله العربيه وبطوله افريقيه، بطوله افريقيه، فالاثنين دول لا مهمين قوي طبعا. ده ستيب للنادي الاهلي كبيره. هوقفك عند نقطه، بحب قوي الرمي الثلاثيه. وطلعتي وانت بتقولي انا احسن لعيبه في الرمي الثلاثيه، وليه ايه التدريب؟ بنروح ازاي التدريب؟ بنتمرن ازاي؟ بنوصل للمجهود ده ازاي؟ مسافه بعيده. بنت وهي البوينتر بتاعتها 3 بوينت. هي طبعا بالنسبه للبنت هي طبعا اصعب من بالنسبه للولد، لان الولد هيبقى اقوى بقى من جيم وبتاع وعضلات، فالموضوع بيبقى اصعب بكتير. انت بتخش جيم برضه؟ والله بخش كابتن ايهاب فعلا بيودينا الجيم على طول. تمام. بس لا انا يعني هي تالنت بصراحه، هي بتعرف تشوت ما بتعرفش. انت بقى لقيت نفسك في ال 3 بوينتس مميز قوي فيها، لا انا بقى حاولت ان انا بشوط كتير. الكباتن كل الناس اللي مسكتني كانوا شايفين ان البوينت دي عندي مهمه قوي، ابتدوا بقى ان هم يمرنوني اكتر عليها، بشوط ثلاثيات من كذا حته، حتى كمان بقى انا بحب اشوطها من بعيد، ما بشوطهاش من على الخط بالظبط. ما بتروحيش على الخط كده وتقولي شايطها؟ لا بشوطها من بعيد سنه. في الكيرف الكبير، الكيرف اللي هو 9 متر اعتقد ده صح؟ مظبوط. بتشوطي من كل حته من كل الاتجاهات؟ طبعا في كل واحد بيبقى ليه حته جامد فيها وفي حته بقى. ايه بقى قولي لي انت جامده فين؟ من فوق. من فوق الصراحه. يعني مش من الجناب، من يعني من الكورنر تحت خالص، يعني مش بس فوق. ما هي ده بقى مركزي ان انا بلعب واحد او اثنين. فاليمين او في النص. طبعا بنقول للناس في نص الملعب قدام مواجهه للباسكت، هي دي القوه بتاعت كابتن سوريا. اسهل لي من الجناب. طبعا هنبقى اقوياء من الجناب برضو بعد كده. والله لا ناويه ما تقلقش عليا. سوريا اخذتيني في حته ثانيه خالص، الاحتراف في حياتك. اول مره تحترفي واول مره تخرجي من نادي الصيد. هل ما فكرتيش تسافري بره مصر؟ والله انا فكرت كتير قوي ان انا اسافر، وجات لي وانا صغيره لما كنت في منتخب تحت 18 سنه بلعب بطوله افريقيا، جات لي منحتين ثلاث مرات، جات لي اثنين من امريكا واحده من اسبانيا. براحة ثلاث مرات منح. والله. طب نجيب بقى واحده ونتكلم عشان نتكلم عليها. اتفضلي. انا جات لي هم مرتين في امريكا، شافوني هناك وانا كان عندي بطوله افريقيا في السنغال. ايوه. كان في ناس اللي هم الايجنتس اللي بيقعدوا يتفرجوا مثلا يشوفوا ده كويس فين وده كويس فين، عايزين برده هم يظبطوا نفسهم ويجيبوا لعيبه كويسين. طبعا. فجم وكلموني وسافري امريكا وبتاع، جات لي مرتين ومره كانت في اسبانيا، بس انا كنت مياله اكتر للمرتين بتاعت امريكا.
بس والله ما حصلش نصيب خالص، فضلت قلت انا لا انا هبقى هنا احسن، وانا هنا كويسه وانا هنا باينه. خفتي من السفر؟ اه بصراحه، عشان كده ما سافرتش لوحدك. اه بس بعد ما خلصت جامعه ندمت بجد ان انا ما سافرتش. كان نفسي ان انا اي حاجه تجيلي حتى من بره، مش شرط امريكا يعني، ممكن لو حاجه يوروب او حاجه من هنا مثلا عربيه. لا انا حتى في بطوله اللي انا رحتها مع سبورتنج شهر 12 اللي فات اللي هي كانت في الشارقه، قبل ما اروح معاهم اصلا انا مدرب البحرين كان مكلمني وقال لي اجي مع البطوله، كنا خلاص مظبطين كل حاجه، بس اتفقنا ما اختلفنا في المده ان انا ما ينفعش ان انا اسافر شهر لان انا بشتغل. قلت له مش هعرف خالص، فلو اسبوعين على قد البطوله انا معاك. وانا دي صراحه كانت هتبقى ستيب لحاجات تانية، هتتفتح لي حاجات تانية كتير، ناس كتيره حتى لو لبنان او تونس او كده شافوني وانا لا دي البنت بتاعت مصر بتلعب مع البحرين، لا طب تعالي معانا احسن من ان انا اكون بلعب في مصر بس. بس ربنا ما وفقنيش صراحه في موضوع البحرين. لما سبورتنج كلموني لقيت ان الموضوع فليكسبل اكتر فرحت معاهم والحمد لله. لو رجع بينا الزمن لورا مع اول من حاجات اللي كانت سفري مش هتردد. كانت بابا وماما فيهم مشكله في البيت؟ لا خالص، هم يمكن ساعتها كانوا سفري وبتاع، بس لو جت ساعه الجد لا عادي احنا خايفين وبتاع، بس لا الاسره المصريه بطبيعتها كده. دي طبيعه بيخافوا يعني. بس يعني طبعا سوريا اطرقنا جوانب كتيره في حياتك، لكن وجانب منتخب مصر بالنسبه لي منتخب مصر ده يعني انا وانا صغيره تحت 16 سنه اول مره شاركت في المنتخب، ان انا اخش منتخب والعب قدام ناس دي كانت حاجه يعني عمري كنت اتخيلها. اصل ايه احسن من ان انا اروح منتخب ولا اي حاجه؟ احسن حاجه انت تمثلي بلدك بالظبط في المحافل الدوليه. بالظبط، انا رحت بطولات كتير قوي قوي قوي، يمكن بطوله افريقيا تحت 16 سنه كانت اول حاجه ليا. طب عايزك تحكي لي صوره منين شايفاها؟ دي اخر بطوله مع كابتن ايهاب الالفي في الثلاثة على ثلاثة، كنا لسه في مدغشقر من اسبوعين كويس، وكسبنا تصفيات افريقيا واخدت احسن رميه ثلاثيه برضو. ما شاء الله الحمد لله كسبتها، جبت 15 ثلاثيه من 18. بس دي من الجنب خلي بالك. بص كابتن ايهاب تحت اهو. بس دي من الجنب، دي مش من النص. انا بقول لك بس انت قلت لي من النص جنب انت ايه ما شاء الله من فوق يعني. تمام. ده فيديو لما انا كنت بجيب الثلاثيات ورا بعض. مثلت لك ايه البطوله دي؟ البطوله دي انا كنت مقلقه قوي من بالذات البطوله دي، ان انا كنت خايفه قوي ان انا اخسر الثري بوينتس دي. هي كانت زي بطوله بتتعمل ان احسن حد بيشوط، كابتن ايهاب اختار احسن حد في الفريق في مصر يشوط، فاختارني. قال لي انا عارف ان انت ما بتتاثريش بالجمهور وبارده وبتاع، فمش هتتيقك فوداك. فدخلت، فالبطوله بالظبط كانت ان انا اشوط 10 كور في الاول، ده لسه ان انا اتاهل انا وثلاث بنات تانيين. كويس. بجد جبت 4 كور واتأهلت، ما تسألنيش ازاي. من 10؟ 4 من 10 اللي هو نسبة وحشة بجد قوي يعني. بس فاتأهلت لان انا شفتهم بسرعة، التايم بتاعي كان سريع. كنت قلقانة. التايم بعد كده رحت بقى الفاينلز، لعبت مع بنت من اوغندا جابت هي 10 ثلاثيات من 18، جبت انا كمان 10 ان شاء الله، كنا لاعبين جيم كمان. قامت هي بجد هي بتشوت ما جابتش اي حاجه، انا قلت لا ده اكيد مش طبيعي. رحت جابت هي برده 10 من 18، شوت انا بعدها الحمد لله جبت 16 من 18 فكسبتها الحمد لله. فكسبتيها؟ وفرحت جدا ان انت كسبتي جدا بجد البطوله. طيب. دي بالذات اتكلمنا كتير على البطولات العربيه، ما كناش على البطولات الافريقيه. في الفرق السيدات معلش انا عارف المستوى بعيد، بس لازم نتكلم، لازم نقول امتى هنروح للبطولات الافريقيه وامتى السيدات مصر يوصلوا لمنصات التتويج. انا بشوف ان احنا واحنا صغيرين في الناشئات تحت 16 وتحت 18 بيبقى الفرصه ان احنا نكسب بتبقى اكتر، بيبقى لسه احنا محافظين على اللعيبه واللعيبه بيبقى عندها سبيريت اللي هو لا انا لازم اثبت نفسي اكتر، فبيدوا اقصى ما عندهم. بنيجي بقى نطلع للدرجه الاولى، في كذا بنت مسافره، في كذا بنت ما بتبقاش موجوده، اللي بيبقوا مسافرين امريكا واللي بيبقوا مسافرين يعني مش كل البنات بتبقى موجوده. فانا بشوف ان احنا لو جبنا اللعيبه بتاعتنا اللي هم مسافرين بره يلعبوا معانا هتبقى اضافه طبعا. احنا بنروح المنتخب بس باللعيبه اللي موجودين في مصر، اللعيبه الثانيه اللي بره لا احنا بنكلمها يعني ما بنزنش عليهم، اللي هو انتوا جايين لا مش جايين طب خلاص. كل منتخبات العالم بتجيب لعيبتها المحترفين بالظبط يعني في كل بطولات العالم، كاس عالم كوره كل اللعيبه المحترفين في العالم موجودين متواجدين، ليه ما بنعملش ده في مصر؟ احنا بحس ان احنا برضو مش من يعني اللعيبه عندنا مثلا لما يبقى عنده خلاص 29 سنه لا خلاص انت ايه ده كبرت قوي لا لازم تبطل، مع ان انا لما سافرت بطوله افريقيا فيرست تيم كل مره بنسافر بيبقى الام في بي احسن لعيبه في البطوله 34 و35 وعادي خالص مفيش بس هي بتبقى بقى محترفه بره بيكلموهم وبيجوا عادي، بيبقى يعني احنا منتخب مصر
بيبقى افريج الايج بتاعنا لا صغير. احنا اكبر واحده عندنا عندها مثلا من سنتين لما كنا في بطوله كانت اكبر واحده 24 سنه ولا 26 سنه. فده طبعا مش مفيش خبرات مفيش خبرات موجوده جوه منتخب مصر. بالظبط احنا مش بنبقى بنفس الافيشنسي بتاعت الفرق التانية. احنا مش بنبقى بنفس الكفاءه. هم لعيبه بيلعبوا بره بيلعبوا كتير بره فحافظين بعض اكتر بيشوفوا بعض في دوري بره. اللي بتلعب في اسبانيا وفالنسيا لا بتلعب فالناس بتبقوا بيكلموهم ساعه البطولات بيجوا على طول. في طبعا فرق مستوى شاسع. احنا طبعا بنكسب تونس بنكسب الجزائر بنكسب الفرق لونها ابيض زينا ابيض ماشي تمام. بس قولي لي سوريا ما بتحلمش تقف على مصر تيجي بطوله افريقيا؟ طبعا نفسي. انا نفسي كمان ان انا اروح كاس العالم. انا عارف اصلي انت عندك روح جامده فعماله اطلع منك. لا يعني عايزه تقولي يعني فعلا ليه السيدات بتاعتنا ما تقفش على منصه التتويج في الفاينل؟ والله انا نفسي فعلا ان احنا نعمل كده. نفسي نكلم اللعيبه بتوعنا اللي بره. هم 3 4 بس لو 3 4 هيفرقوا كتير طبعاً. طبعا على الاقل هيبقى في بنش جامد. مش هتبقى خايف ان انت تنزل حد من البنش يعمل فرق ما بين اللي جوه واللي بره. ساعتها انا نفسي كمان اروح كاس العالم. عمري في حياتي ما رحت كاس العالم. وانا حتى كمان تحت 16 ما رحتش وتحت 18 ما رحتش. ما رحتوش مع انك قلت لي احنا كسبنا بطوله افريقيا. ما هو تاني افريقيا دي كان ساعتها اول بس اللي بيروح. طلعت بقى منتخب ال 18 يبقوا 2 جبت تالت. جبت تالت مش ممكن يعني. فمش ممكن. فده حلم في حياتي. نفسي اروح كاس العالم. رحت كل البطولات اللي ممكن تتخيلها. فاضلي ان شاء الله يعني اولمبيكس وكاس العالم وخلاص. تروح الاولمبياد ان شاء الله. بس لازم الاولمبياد اعتقد الطريق بتاعها من كاس العالم. من كاس العالم. بتروحي لو رحتي تاهلتي كاس العالم تاهلي الاولمبياد. اعتقد بس كمان حتى ممكن اعتقد عن طريق بطوله افريقيا منتخبات اللي احنا بنوصل فيها مش بنوصل فيها المراكز الاخيره. احنا مثلا اخر بطوله مثلا اخذنا فيها المركز السابع. بس هو ده بالنسبه لنا فعلا كان انجاز ان احنا كنا كل سنه بنروح افريقيا تام او اصلا ما بنوصلش للكورتر فاينل. فان احنا نوصل ان احنا نكسب كوتيفوار ونكسب الكاميرون. لا الكاميرون دي كانت واخده قبلها بسنه تاني افريقيا. فده لا انجاز. فاحنا جايين. بس انت شايفه ان احنا جايين في الكورتر الثلاثي ده جايين. واللعيبه كمان اللي بره خلصت الجامعه بتاعتها فهم جم. حتى هاله اللي معايا في الفريق خلصت امريكا خلصت كل ورجعت الاهلي بقى لها سنتين هي بتلعب. لا يعني احنا جايين. دي لعيبه طبعا مؤثره جدا سواء في نادي الاهلي او في المنتخب. فالنادي دي واحده بقى. فما بالك بقى لو كذا واحده كمان جت. لا هيبقى في طبعا فرق كبير. نتمنى فتح الاحتراف الخارجي لسيدات مصر في كره السله دايما وابدا. اعتقد هتفرق معاكم كتير في المرحله اللي جايه. اكيد. سوريا كنتي لعيبه تنس في الاول خالص دي العاب فرديه وباسكت. ايه الفرق بين اللعب الفردي واللعب الجماعي؟ هو والله انا بالنسبه لي لما جيت فرقت بين اللعب الفردي واللعب الجماعي لا الجماعي احسن بكتير. بتعرف على ناس اكتر بيبقى اصحابي اكتر. يعني انا حتى لما انا كنت في نادي الصيد انا اعز اصحابي هم اللي معايا في الفريق في حياتي كلها. لا هم اعز اصحابي دول هم اللي معايا في الفريق. فلا اللعبه الجماعيه بتبقى محتاجه روح اكبر. بيبقى محتاجه ان كل اللي في الملعب واللي على البنش مع بعض اكتر. بنسافر كلنا مع بعض بنبقى قاعدين كلنا مع بعض بنسهر مع بعض بنزوغ مع بعض نعمل كل حاجه مع بعض. فهي دي بتبقى يعني بتزوغي. لا مش بزوغ والله. انا مش قصدي ان انا بزوغ. انا قصدي يعني حتى على كل على حلوه والمره لا احنا مع بعض. دي احسن حاجه. ما دي حلاوه الفرقه الجماعيه. بالظبط. طيب قولي لي محطات مهمه في حياتك بالنسبه للمدربين. كلنا بنتمرن على ايد مدربين كتير واكيد في مدربين مؤثرين في حياه سوريا محمد. طبعا انا اول لما ابتديت باسكت خالص كان كابتن سيد ابراهيم من نادي الصيد هو اللي اكتشفني وقال لي لا انت لازم تكملي في الباسكت. وانت كان هو بيعلمني كان بقى بياخدني بيسحلني بقى وراه الصبح. حلو قوي بيسحلني. والله فعلا الرياضيين بيتسحلوا فعلا في حقيقه. كان بياخدني الصبح اتمرن وبعد ما اخلص اروح اجري في تراك واطلع بقى واجري حوالين كوبري كنت بجد بتفحت. فهو طبيعي كل الهارد ورك ده اكيد مش هيروح في الاخر. بس اكيد لما حصل سحله بقيت كابتن سوريا محمد. بالظبط. ما هو انا بقول هو كل الحاجات دي ما جاتش من فراغ. يعني ان انا اكون دلوقتي اللي انا فيه ده الحمد لله يعني كل ده ما جاش من ان انا يعني ان انا ما بروحش. لا انا فوتت حاجات كتير قوي 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 يعني عشان التمرين. فوتت خروجات وفوتت وامتحانات وكنت باجلها واودي ورق واتسحل من الاتحاد للنادي عشان عايزه جواب ان انا غايبه. كل الحاجات دي ما راحتش خالص. هي دي اللي خلتني الحمد لله وصلت اللي انا فيه دلوقتي. سوريا محمد واحمد محمد. قولي لي تقولي له ايه او تعرفي ناس عليه تقولي له ايه؟ احمد محمد ده اخويا تحت 16 سنه بالظبط. في النادي الاهلي بيلعب مع كابتن احمد الجرحي. دي تاني سنه يلعبها في النادي الاهلي. السنه اللي فاتت جه اعاره بس السنه دي بقى احنا اتنين جينا مع بعض الصراحه خلاص ما سبناش بعض.
هو كان برضه هو مقلق جدا السنه اللي فاتت ان هو يروح وهو لسه صغير، بالذات كمان وهو صغير بيبقى خايف بقى ان ما يبقاش عنده صحاب، وهو بيبقى عايز يخرج معاهم طبعا. حتى السنه اللي فاتت كان بيخلص مثلا تمرين الاهلي ويرجع على الاستاد لاصحابه تاني، بس لا السنه دي لا خلاص بقى مع الاهلي اكتر، ومع هو كان كده لازم ياخد الاستاد دي في حياته. انا بشوف كمان ان بالذات في الولاد لا لازم ان هو يطلع، لازم يلعب في الاهلي، يلعب في الجزيره، سبورتنج، زمالك. فبالنسبه للنوادي دي لا هو كان لازم ان هو ياخد الاستاد دي في حياته. الحمد لله كابتن احمد الجرحي السنه دي كلمه وقال له لا احنا عايزينك تستغنى، والسنه دي كمان سنته، هو 2003 فهو 2003 2004 فالسنه دي سنته، فهو اعتقد يعني ان هو هيبقى مؤثر في فرقته، وكمان هو عنده منتخب مصر ان شاء الله. فانا كل اللي بتمناه يعني ان هو ان شاء الله يخش المنتخب، وان شاء الله يكمل المسيره، ان هو يبقى حد كويس ويبقى علامه في منتخب مصر، ولو جات له اي احتراف ان شاء الله ربنا يكرمه ويرضى. هتمشيه ايه على طول دلوقتي. سرايا قولي بتتعاملوا ازاي مع بعض في الباسكت انتوا الاثنين، انت الاكبر هو الاصغر، فممكن يجي يوجهك يقول لك حاجه او انت تقولي له حاجه؟ انا كتير قوي بوجهه لما بيكون عنده ماتش او كده اتفرج عليه. بس هو بقى طول الوقت ما تجيش تتفرجي عليا، عشان طبعا لو شفت حاجه هعلق. فاللي هو لا انت ما تجيش تتفرجي عليا، بس انا بروح بس بقعد بقى بعيد في ملعب الفولي بتاع حتى ما عنده ماتشات في الاهلي، بقعد في الفولي عشان ما يشوفنيش. فلا بقعد اقول له مثلا اعمل، هو بيتقبلها، بس بقى لما بزودها يقول لي لا كفايه بقى خلاص. لا بيتضايق، بس هو بيتخانق معاكي ولا حاجه؟ لا مش كتير، بس لا بيتخانق، عنده النيه يعني. عنده النيه معاكي. سوريا اتكلمنا في جوانب كتيره في حياتك، في كل الجوانب، لكن محطاتك في حياتك في اخر الحلقه تقولي ايه لنادي الصيد بعد ما طلع سوريا محمد؟ انا بحب في الاول خالص اشكر نادي الصيد على كل حاجه عملها معايا، على ده ان ده نادي الصيد ده بيتي التاني اللي انا بعد بيتي، هو نادي الصيد ده يعتبر بيتي. فانا بحب اشكر نادي الصيد ان هو برضو ان هو وقفني على رجلي طول السنين دي، وان هو كان بيدعم النادي، بيدعم الناس على طول، بيدعم الرياضيين على طول، اذا كان انا او هدايه ملاك او ساندرا تنس او يعني كذا حد علامه في نادي الصيد. لا هم طول الوقت كانوا بيحفزوني طول الوقت وبيصفرونا لما بنكسب. بحب اشكر نادي الصيد على كل حاجه عملها علشاني، بالذات كمان ان انا كنت عارفه الناس كتير من مجلس الاداره كانوا طول الوقت على طول معانا وبيتفرجوا على الماتشات. بحب اشكرهم على كل حاجه عملوها، وبحب اشكرهم برضو اكتر ان هم تفهموا الموقف السنه دي، ان انا محتاجه، ان انا بفكر خلاص مش ولا في دماغي فلوس ولا في دماغي، انا بفكر في تارجت ان انا عايز اخد المركز الاول. فهم تقبلوا الموضوع عادي خالص، وانت عملتي للنادي كتير، وقفتي مع النادي بقالي 15 سنه بلعب في نادي الصيد، اديتي النادي كتير، احنا لما احنا نديكي حاجه من اللي انت طلبتيها لا ده مش كتير عليكي. اصحابك اللي في الملعب في نادي الصيد، اصحابك بقى اللي هم يعني اللي هم زي دول قاعدين معاكي نايمين واكلين شاربين مع بعض، تقول لهم ايه؟ انا بس احب اقول لهم ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يركزوا السنه دي، ان هم يعملوا اللي انا ما عرفتش اعمله، وان شاء الله يظهروا بصوره احسن من انا كنت موجوده معاهم. ان شاء الله ربنا يعني هيديهم على قد تعبهم. كابتن محمد حامد طبعا انا بحب اشكره ان هو برضو يعني تفهم الموضوع ان انا امشي من نادي السنه دي، وخدها اللي هو لا انت بنتي وربنا معاكي، وان شاء الله تباني باحسن صوره وهتشرفي النادي، وطول الوقت حتى انت مشيتي من النادي بس انت لسه في قلوبنا. وانا الحاجات دي فعلا بتاثر فيا، بس واضح ان انت نفسيا متاثره وانت بتتكلمي. دي حقيقه فعلا، بس انا كل نفسي فيه ان هم لا يبانوا على احسن صوره، احسن من ان انا كنت معاهم. تقولي ايه للنادي الاهلي وانت واقفه الجديد للنادي الاهلي؟ احب بس ان انا اقول للنادي الاهلي انا احب اشكر مجلس الاداره، واحب اشكر كابتن ايهاب الالفي والفرقه على الثقه اللي هم ادوها لي، وما فقدوش الثقه خالص لما انا ما جيتش السنه اللي فاتت، حبوا ان هم يجددوا معايا ان في الكلام يعني ان انا اجي السنه دي. فانا احب اشكرهم على كل الثقه اللي هم مديها لي دي، واحب ان انا اكون على قد الثقه دي، ان انا هكسب الاربع بطولات ونكمل على فرقه اصلا كده بتكسب. انا بس ان شاء الله هبقى اضافه ليهم، ان شاء الله ان احنا نكسب البطولات الاربعه، وان شاء الله اكسب معاهم البطوله العربيه، عشان ده بصراحه كل حلمي. ان انا مش عايزه حتى يعني هم حتى السنه اللي فاتت لما كسبوا الاربع بطولات وخسروا ماتش ماتشين في النص مش فارق معاهم، انا بحب السنه دي ان انا وانا معاهم لا ما نخسرش حتى شوط مش ماتش، وان شاء الله نكسب البطوله العربيه وابقى على حسن ظنهم يعني ان شاء الله. جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي هم صراحه اهم حاجه في النادي الاهلي هي الجماهير، ان هم دايما هيبقوا واقفين ورانا على اي حاجه حلوه اي حاجه مره، هم اللي هيبقوا واقفين ورانا، هم دايما اللي هيشجعونا، هم دايما اللي هيكونوا معانا. احب دايما ان انا يبقى الجمهور شايفني وعارفني دي اللي جت من الصيد وعملت اضافه للنادي الاهلي. احب دايما ان انا الجمهور يجي يشوفني، الجمهور يجي نفس الجمهور كده اللي هو يجي يتصور معايا، يجي يقول لي لا انت وانت اللي جيتي عملتي اضاءه. لا جمهور النادي الاهلي جمهور كيان يعني. انا لو دخلتي الملعب ولقيت فيه 40,000 هتعملي ايه؟
انا ما ممكن اعيط مثلا شفت الجمهور ده بجد يعني شفت... لعبنا دايما 4000 5000 لا والله لو شفت حتى ال 4000 5000 دول برضو؟ اه لا بالنسبه لي مش عايز اعيط عايزين نجيب بطولات لا ما ان شاء الله هجيب بطولات لا بس لا اربع يعني 4000 40000 يعني حتى لو خسرانين في ماتش او حاجه الجمهور ده عمال يشجع وما بيسكت لا احنا هنكسب الجمهور ده احنا هنبقى شايفينه على طول معانا في الماتشات وانا بحبه جدا اه وانا كمان ميرسي ربنا يخليك كلمه اخيره لبابا وماما بحب اشكر اهلي جدا 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 ان هم عمرهم ما فقدوا ثقتهم فيا وانا بلعب حلو دايما على طول انت كويسه بس عندك احسن لما باجي في ماتش ابقى مفيش لعيب دايما بيبقى الكيرف بتاعه واحد دايما في ابس وداونز لما بيبقى في حاجه انا مش كويسه في ماتش ما نمتش كويس عشان الشغل اه انت لعبتي وحش بس انت عندك احسن على طول دايما كانوا في ظهري عمرهم ما سابوني خالص بيقول لي ماتشاتي لحد دلوقتي حتى بابايا اللي هو انت في الكوره قوي حتى بيجي يقعد يقول لي الجون اللي جبتيه ده حلو يعني هو دي طريقه النقاش معايا بس مامتي على طول ما سابتنيش في ماتشاتي ودايما بتدعي لي ان انا ابقى حاجه مشرفه واشرفهم واشرف نادي الصيد واشرف نادي الاهلي دلوقتي فان شاء الله يعني اكون على حسن ظن الناس كلنا واثقين فيكي بجد كلنا واثقين فيكي مبسوط من كلامك اسلوبك حوارك السبيريت اللي انت فيها حاجه مشرفه جدا 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 في النادي الاهلي اضافه قويه في النادي الاهلي ان شاء الله هنستضيفك مره ثانيه يا رب ان شاء الله كل التارجت اللي انت عايزاه والله ده شرف ليا النادي الاهلي ان هو اصلا فكر فيا وكلمني ده شرف كبير لاي لاعب نفسه يلعب في حته النادي الاهلي شرفتينا ونورتينا ميرسي ربنا يخليك كابتن سرايا محمد ان شاء الله على لقاء قريب باذن الله وحصد بطولات وحصد القاب مع النادي الاهلي بشكر كل جماهير الاهلي اللي كانت متابعانا النهارده اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان وجه وقت فقره الكره العالميه في الاهلي الليله عشان يكون معايا في الاستوديو بيشرفني وبينورني الناقد الرياضي واللي هيتكلم معانا على ابرز الاخبار والاحداث اللي موجوده في الساحه العالميه وفي الدوريات الناقد الرياضي عمر عبد الله ازيك يا عمر ازيك يا عمر اخبارك ايه اخبارك ايه زي الفل الحمد لله كله تمام زي الفل اكيد طبعا بتشرفني وبتنورني واكيد يعني بستمتع بيك زي ما الساده المشاهدين بيستمتعوا بارائك وتحليلاتك انا ببقى سعيد جدا معاك وتواجد معاك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ربنا يخليك طبعا يعني بدايه دوريات بدايات قويه شفنا ايضا صفقات قويه جدا لسه في تقريبا يعني الدوري الالماني والايطالي والاسباني لسه عندهم ترانسفير ويندو لسه عندهم باقي يعني باقي من الوقت تقريبا حوالي اسبوع لو بنتكلم على اخر شهر اغسطس وبالتالي يعني عايز اعرف رايك في الانتقالات وابرز الانتقالات اللي انت شايفها من وجهه نظرك ممكن تبقى اضافه لفرقها اللي موجوده في اوروبا هو طبعا الميركاتو السنه دي ميركاتو قوي جدا في كل دول اوروبا واضح ان في تغيير في خريطه الكره الاوروبيه تغيير في خريطه النجوم في الكره الاوروبيه انتقال لاعب زي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس يعني انتقال يعد تاريخي يعني بنتكلم في واحد من ابرز لاعبين كره القدم على مر التاريخ طبعا. انتقال كمان تاريخي لجيان لويجي بوفون لباريس سان جيرمان انتقالات قويه كتير جدا خلال فتره ليه الانتقالات ليه بوفون انتقل لباريس سان جيرمان ما دام هو قادر على العطاء هل انت شايف ان هو يعني ده قرار بوفون ولا قرار يوفنتوس لا هو كان قرار بوفون هو قبل بدايه الموسم المنقضي الموسم الماضي كان في اتفاق مع بوفون ومع اداره يوفنتوس ان ده اخر موسم لبوفون ثم يعلن اعتزاله ويعني يعمل في اداره النادي وكان حتى المنصب المقرر ليه موجود يعني ولكن قبل نهايه الموسم بحوالي شهر او شهرين وتحديدا بعد مباراه يوفنتوس وريال مدريد في سانتياغو بدا بوفون يعيد حساباته مره تانية وجاله عرض ساعتها من باريس سان جيرمان بوفون زي ما نقول كده ايه اتخم يعني هو مشي من يوفنتوس كان خلاص وصل لمرحله ان هو عنده الاتفاق مع اداره النادي قالت له خلاص انت مكانك زي ما قلنا في الاداره ثم بعد كده بوفون لما خسر تشامبيونز ليج كان عنده الدافع انه يلعب سنه كمان عشان عايز يلعب على تشامبيونز ليج اداره اليوفنتوس كانت ساعتها خلاص وفقت ظروفها ان شتزني هو اللي هيبقى الحارس الاساسي فلم يعني خلاص قالوا له انت تقدر ان انت تمشي في اي وقت وتقدر ان انت تروح اي نادي لكن ان انت تكمل داخل يوفنتوس الوضع هيبقى صعب الى حد كبير وان
كان في النهايه قالوا له احنا ممكن نديك عقد لمده سنه كمان ولكن مش هنضمن لك المشاركه بصوره اساسيه. الوقت ده كان في شهر 4 وشهر 5، بوفون كان خلاص شبه حسب مصيره ان هو هيروح باريس سان جيرمان، لانه كان شايف ان باريس سان جيرمان الاقرب للحصول على دوري الابطال، الفريق الاقرب اللي عرض عليه ان هو للحصول على دوري الابطال اقرب حتى من يوفنتوس. لكن طبعا بعد انتقاله حصلت الصفقه المدويه بانتقال كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، وساعتها بوفون يعني هو كان طبعا كان هو الخاسر الاكبر. طب يا عمر عايز اقول لك يعني لو كان بوفون حتى اخذ قرار بالبقاء في يوفنتوس ما كانش هيشارك بصفه اساسيه، بالتالي هو مش يعني مش هيكون مبسوط، واحد بيلعب طول عمره اساسي حتى مع وجود نجم زي رونالدو هو يبقى موجود على مقاعد البدلاء، فبالتالي وجود بوفون في الوقت اللي تعاقد فيه يوفنتوس مع رونالدو من عدمه اعتقد ان بوفون اخذ بالنسبه له القرار الصحيح. هو خد القرار الصحيح وقتها ان هو كان عنده يعني الضمانات من اداره باريس سان جيرمان انه هيبقى الحارس الاول وان هو هيتقاضى راتب مشابه للي بيتقاضى في يوفنتوس، وبالتالي هو كمان عنده حلم تشامبيونز ليج، وطبعا باريس سان جيرمان عنده هوس تشامبيونز ليج من ساعه ما بدا المشروع نصر الخليفي في باريس سان جيرمان، والتعاقد مع نيمار والتعاقد مع كيليان امبابي وكافاني، يعني التشكيله او تشكيل الفريق القوي ده، فهو تلاقى الطموحين مع بعض بالاضافه للضمانات ان هو هيلعب بصوره اساسيه. لكن في النهايه هو بوفون بشكل او باخر كان الافضل له يعني او الافضل من يعني من وجهه نظر كل المتابعين ان هو استمر في يوفنتوس هذا الموسم، ولكن هو كان خد القرار ان هو ينتقل لباريس سان جيرمان. هو وقتها لما خد القرار يوفنتوس لم يكن بهذه القوه، لم يكن بهذا الاكتمال، لان يوفنتوس حتى بعيدا عن كريستيانو رونالدو، لو بنتكلم بقى وبدانا الكلام في الميركاتو، كريستيانو رونالدو بعيدا عن هذه الصفقه، يوفنتوس دعم صفوفه بلعيبه جيدين جدا زي جواو كانسيلو في الظهير الايمن، اعاده ليوناردو بونوتشي في قلب الدفاع، امري تشان في وسط الملعب، مجموعه من اللاعبين، زائد طبعا الشراء الكامل لدوغلاس كوستا اللي كان على سبيل الاعاره في الموسم الماضي. صفقه ممتازه طبعا، صفقه رائعه جدا، وكان واحد من اهم اسباب فوز يوفنتوس الموسم الماضي بالدوري والكاس. فاعتقد ان يوفنتوس لم يكن بهذا الاكتمال، لكن بعد رحيل بوفون حصلت الغربله دي، والراجل زي ما بقول لك كده يعني قد يكون في لحظه او في اخرى وحاسس ان هو الخاسر الوحيد من هذه الانتقالات. هل انت شايف تعاقد يوفنتوس مع رونالدو علشان بطوله بقالهم فتره مش عارفين يحققوها، هي بطوله دوري ابطال اوروبا؟ طبعا كريستيانو رونالدو خطوه عملاقه. هو كان بينقص يوفنتوس ايه؟ احنا كنا دايما واحنا كنا مع بعض هنا برضه في قناه الاهلي نهائي تشامبيونز ليج 2015 لو تفتكر، وكنا قاعدين يوفنتوس وبرشلونه، اللي ينقص يوفنتوس اللاعب الحاسم، دايما عنده الفريق الكويس لكن ما عندوش اللاعب اللي بيخلص في اخر في اخر مباراه، اللي تلاقيه ده انعكس على ريال مدريد في نهائي في مباراه السوبر بالظبط امام اتلتيكو مدريد بالظبط، افتقد لشخصيه البطل اللعيب، يعني احنا حتى لو هنرجع للمباراه طبعا افتقد لشخصيه البطل. فتواجد كريستيانو رونالدو فنيا وكروح وكقائد وكقيمه للفريق، كمان انت بتتكلم في المباراه النفسيه اللي ما بينك وما بين اي منافس لما بتنزل معاك كريستيانو رونالدو غير لما تنزل ضدك كريستيانو رونالدو. مباراه 3-1 ليوفنتوس وريال مدريد اللي في سانتياغو برنابيو اللي كانت هتبقى ريمونتادا تاريخيه ليوفنتوس بعد الهزيمه 3-0 على ارضه، قدر انه يكسب 3-0 في مدريد. المباراه دي الوحيد اللي كان في فريق ريال مدريد اللي عنده الرغبه لحد اخر دقيقه انه يكسب هو كريستيانو رونالدو. حتى كره ضربه الجزاء بتاعت بن عطيه فاسكيز اللي طالع واخدها من فوق الكساندرو هو كريستيانو رونالدو. فتعاقد مع كريستيانو رونالدو في يوفنتوس بيثبت بما لا يدع مجال للشك ان هو خلاص يوفنتوس، حتى اندريا انيلي ودي اول مره تطلع في يوفنتوس، يوفنتوس اداره حريصه جدا في تصريحاتها، اول مره يطلع اندريا انيلي مع اللاعبين في وديه فيلار بيروسا اللي بتتلعب بدايه قبل كل موسم ما بين يوفنتوس الفريق الاول وفريق بي، قال لهم هذا الموسم هو موسم تحويل الحلم الى هدف، خلاص ما بقيناش نحلم بالشامبيونز ليج، احنا عايزين تشامبيونز ليج. فتعاقد رونالدو خطوه عملاقه نحو هذا اللقب، خصوصا ان احنا بنتكلم في هداف البطوله اخر 6 مواسم، الهداف التاريخي للبطوله، بطل البطوله اخر 3 مواسم، فتعاقد جبار جدا جدا ورهيب جدا جدا ليوفنتوس وللدوري الايطالي بشكل عام جدا كريستيانو رونالدو. الدوري الانجليزي يمكن ما كانش فيه صفقات كبيره، ما كانش فيه يعني بالعكس احنا بنتكلم على ان تم تعديل سوء الانتقالات الصيفيه في الدوري الانجليزي لينتهي مع بداية الدوري، وبالتالي ترحل شهر بقى ينتهي مع بداية الدوري الإنجليزي، وده أنا شايف إنها خطوة أكيد ممكن تكون بعض الشيء حسابيا عايزين يريحوا دماغهم بما أنهم بيبدأوا بدري، فبالتالي يقفلوا الباب على أي لاعب عايز ينتقل أو يتعاقد مع أي نادي في إنجلترا. لكن بنتكلم على لاعب ممكن يخرج بالدوري الإنجليزي، ممكن في الأيام اللي جاية نسمع عن إن برشلونة تعاقد مع بوجبا. هل أنت شايف إن بول بوجبا وعلاقته بجوزيه مورينيو ممكن تؤدي إلى فعلا انتقاله رسميا إلى برشلونة، ولا أنت شايف إن الترانسفير ويندو في أسبانيا هينتهي
فقط بالاكتفاء بالتعاقد مع فيدال. هو الترانسفير ويندو لما قفل في انجلترا كان سلاح ذو حدين. هو اعتمد على ان طالما انا كده كده الترانسفير عندي قفل فمش هشتري فالانديه مش هتبيع، فيعتبر ان هو قفل وبيع وشراء، لان خلاص انا لما هضحي بلعيب مش هعرف اعوضه. انت بتحب تخالف العالم، مش بتحب تخالف العالم. هو السنه اللي فاتت حصل الموقف الشهير جدا بتاع فيليبي كوتينيو، لما على فكره مش كوتينيو ده كمان في توتنهام جارث بيل وقبليه مودريتش كانوا بيتمرنوا بعد ما يبدا اول الموسم وخلاص الماتشات اتلعبت. حتى احنا شفنا تشامبرلين السنه اللي فاتت كان بيلعب مع ارسنال قدام مانشستر سيتي، قدام ليفربول الجوله اللي بعديها مع ليفربول قدام مانشستر سيتي، فيعني لعب الجوله الثانيه والثالثه مع ارسنال والرابعه والخامسه مع ليفربول. فهم شافوا ان الوضع مش صحيح، يعني الوضع مش صحي ان لعيب بيتدرب في فريق وبيحضر بري سيزون وبعد كده يروح نادي تاني بكل بقى الاسرار والكواليس اللي في النادي ده، يروح نادي تاني ينافسه في البطوله. فهم اغلقوا باب القيد او باب الانتقال قبل بدايه الموسم، ودي خطوه انا شايفها دايما سباقه. يعني هم الانجليز دايما الدوري الانجليزي ورابطه الانديه المحترفه الانجليزيه دايما سباقين، لكن عشان الخطوه دي تبقى صحيحه 100% لازم كمان بقيه الاتحادات تعملها، لان زي ما انت قلت بالظبط كده هو قفل عنده ولكن لسه في اسبانيا مفتوح. اسبانيا وفرنسا يعني وايطاليا كله، فانت بتتكلم ان هو لسه الباب مفتوح، فبالتالي اللعيبه ما زالت ممكن يبقى في بعض المغريات. ده بالنسبه للترانسفير ويلد، لكن بالنسبه لبوجبا، بوجبا لوحده لعيب مطيع جدا. مشكله بوجبا في مينو رايولا، طبعا مينو رايولا يعني عايزين نعرف الناس رايولا ده وكيل اعمال بالظبط، لكنه يا عمر عايز اتكلم ان هو فعلا سبب من الاسباب السلبيه اللي موجوده في حياه بوجبا. ده بوجبا وبالوتيلي يعني كل اللعيبه المجانين هتلاقي ان ابراهيموفيتش يعني فعلا يعني هو مينو رايولا وكيل زلاتان ابراهيموفيتش، اكتر لاعب عمل انتقالات في الانديه الكبرى. انت عارف بقى ازاي وكيل لعيبه رايولا؟ قصة شهيرة بتاعت لما كان في هولندا عنده مطعم بيتزا، فبالتالي بدأ ان بعض اللعيبة يكونوا موجودين عنده، فبدأ علاقته تبقى قوية باللعيبة، بدأ يخش مجال كرة القدم، بدأ يصاحب اللعيبة يقول لهم انا هتكلم بالنيابة عنكم، لحد ما بقى رايولا اللي انت شايف يعني في اي لاعب بياخد له مثلا على الاقل 15 20 مليون يورو كده كعمولة. من سنتين في يوم يعني موسم 2016 لما بوجبا انتقل الى مانشستر يونايتد كان عمل كذا صفقة، كان بوجبا مختريان وزلاتان ابراهيموفيتش الثلاثة راحوا مانشستر يونايتد، عامل عمولات حوالي 45 مليون يورو. طب ده بيشتغل ايه تاني؟ مش عايز ايه تاني؟ فهو مازال ورا بوجبا. هو رايولا مدرسه غير خورخي مينديز شويه، يعني خورخي مينديز اللي هو بالظبط خورخي مينديز مدرسته الاستقرار. كريستيانو رونالدو 9 سنين مع ريال مدريد، اديسون كافاني هو بيحب النجوميه، ما ممكن يودي رونالدو للصين ولا اليابان، يعني هو مش عايز دي مدرسه غير دي تماما خالص. خورخي مينديز لا، يعني اديسون كافاني 4 5 سنين مع باريس سان جيرمان وقبلها 3 سنين مع نابولي. يعني هتبص على كل اللعيبه اللي ماسكها خورخي مينديز لا بيحب الاستقرار وبيحب بنود العقد واضحه. مينو رايولا مدرسه ثانيه، كل ما تتنقل كل ما يبقى فيه عموله، كل ما تتنقل كل ما يبقى فيه سمساره. يعني انا وديه من يوفنتوس لمانشستر. طب انا عايز يعني بما انك فتحت الموضوع ده عايز اوضح للساده المشاهدين الفرق ما بين يعني ايه سمسار ويعني ايه وكيل لعيب. السمسار ده اللي بيحب الفلوس مش مهم مصلحه اللعيب بالظبط، لكن وكيل اللاعب اللي هو فعلا بيحب مصلحه اللاعب ممكن يكون فيه فلوس بس مش كتيره، بس في نفس الوقت استقرار والنجم اللي يكون معاه مستريح وتبقى العلاقه دايما ما بينهم لحد اخر وقت ممكن. تمام كده. في كمان تفصيله كمان ان السمسار ما بيتعاملش مع اللاعب غير في صفقه الانتقال بس. صح. وكيل اللاعبين ده ايجنت بيجيب له كل حاجه. صح. بيجيب له العقود الاعلانات، بيجيب له عقود النادي، بيجيب له تفاصيل حياته كلها. ده الايجنت ده بيبقى متداخل في كل حاجه، وده برده نفس المثال اللي ما بين رونالدو وخورخي مينديز. هو الايجنت، هو المؤسسه بتاعه كريستيانو رونالدو بالكامل. لكن لما تبص على مينو رايولا ما بيعملش اي حاجه لبوجبا غير ساعه الانتقالات. انا اوديه من مانشستر يونايتد ليوفنتوس يقعد سنتين ثلاثه، وبعد كده اوديه من يوفنتوس لمانشستر يونايتد ثاني يقعد سنتين ثلاثه، وبعد كده اوديه برشلونه، وبعد هو عمل نفس الموضوع مع زلاتان ابراهيموفيتش. اياكس، يوفنتوس، انتر ميلان، برشلونه، يعني لف بيه لفه كبيره جدا، لانه مع كل تعاقد بيبقى له نسبه عموله طبعاً من النادي ومن اللاعب. دي مدرسه مينو رايولا. عشان كده بوجبا هو ما عندوش مشكله. حتى جوزيه مورينيو طلع اتكلم في اخر مؤتمر صحفي ليه وقال ان هو بول بوجبا شاب مهذب وقائد في الملعب لا تختلقوا الاكاذيب. يعني هو بيقول ما تصدقوش اللي بيتقال وما تبينوش اللاعب قدام الجمهور ان هو متمرد. ده دليل ان جوزيه مورينيو عايز يحسن العلاقه مع بول بوجبا، حتى منحه شاره القائد في اكتر من مباراه هذا الموسم. يعني اداله شاره القائد في المباراتين الاولانيتين في افتتاح الموسم امام ليستر سيتي، في المباراه الثانيه امام برايتون. فالراجل بيضعه كقائد للفريق عشان يحسن مع العلاقه. لكن طول ما مينو رايولا موجود
وبيزن على دماغ بول بوجبا العلاقه لن تستقيم. وهيحصل نفس الموقف حتى لو راح برشلونه سنتين ثلاثه وهيبدا الزن، لا طب ما تروح ريال مدريد وصفقه اكبر وبومينج اكبر، ومن برشلونه لريال مدريد نفس القصه هتحصل، لان عملوا مع زلاتان ابراهيموفيتش، عملوا مع ماريو بالوتيلي، وكان احد اسباب ضياع موهبه ماريو بالوتيلي الكبيره جدا مينو رايولا، وكمان كان عايز يعمله مع لاعب زي بافيل نيدفيد، ولكن شخصيه نيدفيد هنا هي اللي طغت عليه، لان هو كان وكيل بافيل نيدفيد لما يوفنتوس هبط في 2006 في القضيه الشهيره، حب ان هو ينقله للانتر وحب ينقله لتشيلسي، لكن نيدفيد هو اللي بقى، فبالتالي شخصيه الوكيل هنا او السمسار بقى، لان احنا مش هو واخد صفه وكيل، لا هو واخد صفه الوكيل لكن هو بيشتغل شغل سمساره، يعني هو واخد اللايسنس بتاعت وكيل لاعبين لكن هو بيشتغل شغل سمساره، شخصيته بتعتمد على كثره الانتقالات وبالتالي كثره حصد الاموال عن طريق هذه الانتقالات. اخيرا عايز اسالك على صفقه مهمه جدا برشلونه تم التعاقد معاها في الفتره الاخيره، هي ارتورو فيدال. وجود أبيدال في منصب في برشلونة وهو مسؤول التعاقدات أو السبورت دايركتور زي ما بيقال في أوروبا، شايف أن أبيدال فعلا هو الرجل المناسب لبرشلونة في هذه المرحلة ده أولا، ثانيا هل أنت شايف أن فيدال هو الورقة اللي برشلونة بيدور عليها بعد طبعا رحيل إنيستا ومع التقدم العمري لبوسكيتس وبعد رحيل باولينيو، هل أنت شايف أن فيدال هيكون إضافة لفريق برشلونة الفترة اللي جاية؟ لو بدأنا من الجزء الثاني، فيدال أكيد هيكون إضافة، فيدال هو ليس فيدال يوفنتوس وليس فيدال بداية فترته مع بايرن ميونخ، ده أكيد يعني طبعا. لأن السن بيتقدم، ولكن لما هتيجي تبص دايما احنا بنبص للميركاتو ازاي، وانت راجل لعبت كوره وفاهم القصه دي كويس، احنا ما بنبصش للميركاتو الصفقات اللي قدامك السنه دي، انت بتبص عملت ابجريد لفرقه السنه اللي فاتت ولا لا، طورت فرقه السنه اللي فاتت ولا لا، هو ده اللي انت بتبص فيه. السنه اللي فاتت لو انا شلت باولينيو وحطيت فيدال فرق اكيد كسبان، لان على المستوى التقني او المستوى التكنيكال اللي فيدال لعيب اعلى بكتير من باولينيو، لعيب هيتماشى مع طريقه برشلونه، لعيب عنده مجهود وافر جدا جدا بالظبط، عنده حماس رهيب جدا، ممكن ما يكونش متواجد مثلا في بوسكيتس الهادي راكيتيتش الهادي، فانت محتاج هذه النوعيه من اللاعبين، لعيب بدني جدا قوي جدا في الالتحامات، احسن قطع كرات في اوروبا 2014 2015، زائد ان هو هيقوم بالدور اللي كان بيقوم بيه باولينيو ولكن بطريقه افضل، فبالتالي برشلونه استفاد، استفاد التخلص من باولينيو والتعاقد مع فيدال بفارق كمان سعر، يعني لما طلع باولينيو ب 50 مليون واجيب فيدال ب 40 مليون يعني انا كسبان 10 مليون ولعيب اقوى، فدي طبعا حاجه كمان تحصل. عنده ميزه انا شايف ان هي برشلونه بيفتقدها في نص الملعب، التصويب، يمكن برشلونه عنده مشكله بالزبط. ان هو ما فيش تصويب من نص الملعب، يعني بوسكيتس ما بيصوب انيستا بيحب ياخد الكوره ويخش بيها جوه الجون او يصوب من منطقه قريبه شويه، هو تغيير كمان في طريقه اللعب بعد رحيل انيستا، فكره الاحتفاظ بالكوره لا فيدال بيلعب من الحركه شويه، يعني فيدال دايما هو اللعيب اللي كان بيتحرك، كنا دايما نشوفه في اليوفنتوس بيلعب في 3 5 2 اللعيب اللي هو في الثلاثه بتوع خط النص بوكس تو بوكس، كان بيبقى بيرلو وفيدال وبوجبا، حته فيدال اللي هو اللعيب اللي في خط النص اللي بيزيد دايما في ال 18 دي هتبقى مهمه جدا جدا ثنائي ميسي ولويس سواريز في منطقه الجزاء، وحتى كمان معاهم عثمان ديمبلي لو بدا يلعب، ومالكوم الجناح الجديد وهو لعيب بالمناسبه لعيب كويس جدا وانتظر مستقبل رائع مالكوم طبعًا. الجناح الايمن صفقه مميزه، شايف انها صفقه مميزه، مالكوم لعيب طبعا لعيب عنده مستقبل جدا، عنده مستقبل باهر جدا مالكوم، شرط انه يقدر يتعامل مع ضغوطات فريق بحجم برشلونه، يعني ما يحصلوش زي عثمان ديمبلي يحتاج سنه كامله لحد ما يستوعب برضه 97000 بتوع برشلونه. طب هل عثمان ديمبلي يعني هل يعمل موضوع الجمهور او عثمان ديمبلي ان هو جه اتفاجئ، هل دي كانت المشكله، ولا انت شايف ان هو البري سيزون بتاعه او فتره الاعداد ما كانتش على المستوى، فبالتالي دخل زي ما بيقولوا من الدار للنار مباراه السوبر، وبالتالي ما كانش على نفس المستوى اللي كان ديمبلي موجود بيه؟ عثمان ديمبلي الموضوع شائك شويه، عثمان ديمبلي بكل حال من الاحوال لا يستحق 140 مليون يورو تمام، لكن شراء عثمان ديمبلي في هذا التوقيت كان فقط لاسكات جماهير برشلونه بعد رحيل نيمار. رحيل نيمار الموسم اللي فات رحل في وقت صعب جدا جدا طبعاً. قبل بدايه بالظبط عليهم في مباراه السوبر، فبالتالي كانت اداره يوفنتوس اداره برشلونه عايزه تشتري اي لاعب يعني يعوض هذا الرحيل، لازم قدام الجمهور انا بعت ب 222 مليون فاحط يعني لازم اشتري لعيب، فكان التعاقد مع عثمان ديمبلي. عثمان ديمبلي لو كان جه في ظروف اخرى بسعر ملائم لي، خد بالك السعر بيفرق، لما اجيب 140 مليون غير لما اجيب سعر الطبيعي، يعني لما تحط فيها 140 مليون ده بيخلي عليا ضغوط اكتر، انا هستحق ال 140 مليون دول ولا لا، فهو بالتالي لو كان جه في ظروف ثانيه بسعر المناسب لي اعتقد كان هيتالق بشكل كبير جدا، ولكن هو ما كانش عامل بري سيزون، كان متمرد على بروسيا دورتموند لو تفتكر، ما كانش طبعًا. بيحضر بالظبط، ما كانش بيحضر تدريبات بعد رحيل نيمار، ما كانش بيحضر التدريبات، والدفع فيه كمان 140 مليون يورو عشان تروح تعوض نيمار
كان صعب جدا جدا. الضغوط النفسية على عثمان ديمبلي هي اللي أطاحت بيه في الموسم الماضي، لأنه هو لعيب موهبة كبيرة جدا، ولكن بأي حال من الأحوال لا مش يعني 140 مليون يورو ده رقم رهيب يعني، رقم كبير جدا جدا. واضطر كمان برشلونة بعدين يجيب كوتينيو ب 160، ف 300 مليون يورو في اتنين لعيبة بس، كانت شبه تخبط كبير جدا في برشلونة في الموسم الماضي. ولكن أعتقد أن برشلونة تدارك ده في الميركاتو الحالي وجاب اللعيبة فعلا اللي هو محتاجها. جاب لينجلت في خط الدفاع، جاب فيدال في خط النص زي ما اتكلمنا، جاب مالكوم، جاب القطع اللي ناقصة في تشكيلة الفريق. عشان كده أنا شايف أن برشلونة قد يكون هذا الموسم أقوى من الموسم الماضي اللي حصل فيه الثنائية، ولكن هذا الموسم قد يكون على الصعيد الفني أقوى من الموسم الماضي، لأنه سد بعض الثغرات باستثناء طبعا الخروج الكبير لأندريس إنيستا اللي هو بينتمي يعني لفئة اللاعبين الذين لا يعوضوا يعني مهما طبعا كان مستواه يعني بالظبط مهما كان مستواه أقل عن الأول، ولكنه طبعا نجم كبير لا يعوض أندريس إنيستا. طيب الملكي بقى ريال مدريد وخبطتين في الراس توجع، زيدان ورونالدو وخروج عن نادي ريال مدريد، وبالتالي التعاقد مع لوبيتيج اللي انا شايف ان هو تم التعاقد معاه في ظروف كده يعني قبل يعني اثناء منتخب اسبانيا مشاركته في كاس العالم، ويتم اقالته قبل يوم او يومين من اولى لقاءات منتخب اسبانيا. شفناه في السوبر كاب بيخسر اول مباراه، ريال مدريد ما عملش صفقات قويه، سمعنا كلام عن هازارد طبعا تعاقد مع كورتوا، لكن انا شايف ان هو كان محتاج على الاقل يكون موجود لاعب بديلا لرونالدو يدعم صفوف ريال مدريد. عدم الاعتماد او الاعتماد فقط على بيل وبنزيما واسانسيو غير كافي لفوز ريال مدريد او المحافظه على لقب الشامبيونز ليج والمنافسه على الدوري او بطوله الكاس. فلورنتينو بيريز واحد من اذكى الاشخاص اللي بيتعاملوا في عالم كره القدم. ازاي بقى قول لي؟ فلورنتينو بيريز هو اللي بدا اصلا فكره الجالاكتيكوس والفلوس الكتير في بدايه الالفيه لو تفتكر، فيجو وزيدان رونالدو. فبالتالي هو مش صعب عليه انه يحط 200 مليون في لعيب، ولكنه هو ذكي جدا. فلورنتينو بيريز يعلم تماما ان تكرار الانجاز والحفاظ على لقب دوري ابطال اوروبا شبه مستحيل. الكل هيتكاتف للمره الرابعه على التوالي. لكن هو كان عنده ايمان بالثانيه والثالثه ولا هي جت؟ لا كان عنده ايمان بالفريق. ان انت خدت البطوله الاولانيه كانت الاسطوره بتقول ان مفيش فريق بياخد البطوله مرتين، خدتها مرتين. انشيلوتي واخدها مرتين اعتقد ورا بعض. لا ما حدش خدها مرتين ورا. اخر فريق خدها مرتين ورا بعض كان اي سي ميلان في بدايه التسعينات، كان مع اريجو ساكي 91. يمكن انا انشيلوتي اريجو ساكي صح. لكن بالمسمى الجديد من 92 دوري ابطال اوروبا لم يحصدها احد على الاطلاق مرتين ورا بعض الا ريال مدريد، عملها ثلاثه كمان. اسطوره الاسطوره بتقول ان حد بياخدها ثلاثه بالظبط. فهو يعلم تماما، وخاصة زاد هذا اليقين مع رحيل رونالدو ورحيل زيدان. هو عارف خلاص ان الموسم اللي جاي مستحيل يحافظ على هذا، مستحيل ان هو يحافظ على هذا الانجاز. فانا في رأيي يعني والقراءة اللي بتتقال داخل الصحف الاسبانية ان فلورنتينو بريز بشكل او باخر ضحى بالموسم المقبل في سبيل اعداد جيل جديد. احنا شفنا فينسوس جونيور، شفنا الحارس لونين الحارس الاوكراني بالظبط تعاقدوا معاه، بالاضافه بالظبط بالاضافه لتيبو كورتوا، بالاضافه للاعتماد على ماركوس اسينسيو بالاعطاء، يعني بدا يدي لعيبه شباب كتير جدا. طب رحيل كوفازيتش عن نص ملعب ريال مدريد مع انه لاعب صغير في السن ولاعب بناء على رغبته، ما كانش نادي ما كانش عايز يلعب كان عنده فرصه كبيره جدا. لوبيتيجي كان توني كروس ومودريتش كان هياخد مكان توني كروس ومودريتش لتقدمهم في السن، وده اللي لوبيتيجي قاله له، قال له اقعد لان الايام الجايه بتاعتك. لكن كوفازيتش بجلوسه على الدكه في كاس العالم، جلوسه على الدكه الموسم الماضي خلاه مصمم تماما للرحيل في هذا الصيف. انا عايز اكمل حته فلورنتينو بريز لسبب بسيط جدا. في تقارير خرجت من في اسبانيا وتحديدا ماركا قالت ان لعيبه ريال مدريد شايفين تشابه ما بين لوبيتيجي ورافائيل بينيتز، ودي حاجه مش كويسه لصالح ريال مدريد يعني بينيتز بالظبط، لان بينيتز لم ينجح مع ريال مدريد. ولكن فلورنتينو بريز زي ما عمل بقى لما جاب في بينيتز بالظبط في سنه كانت انتقاليه لاعداد زين الدين زيدان يمسك الفريق، ولكن السنه لم تكتمل. مين بقى اللي بيعده؟ هو بيعد فلورنتينو بيريز بيعد الفريق للموسم المقبل، لانه عارف ان اي مدرب اي لاعب هيجي بديلا مباشره لزين الدين زيدان او كريستيانو رونالدو هتحصل عليه الضغوط اللي حصلت زي ما قلنا على عثمان ديمبلي، فمش هينجح. فهو لازم يعمل موسم انتقالي ما بين الاثنين. مين في دماغك ممكن يكون مدرب ريال مدريد القادم؟ يعني مين في دماغك ممكن فلورنتينو بيريز يفكر فيه انه هيجي مدير فني؟ لو او مش بنتكلم لو هو فعلا لوبيتيجي ممكن يفشل بنسبه 60% الموسم ده، هل انت شايف ان فلورنتينو بيريز ممكن يكون
الموسم اللي جاي او في نص الموسم ممكن يكون في نص الموسم هيبقى صعب او كابتن يتعاقد معاه في نص الموسم هيبقى صعب، ولكن في مشاريع هو يعني في كلام كبير جدا وتقارير كبيره جدا ان هو بيعد جوتي لتكرار تجربه زين الدين زيدان. جوتي مش زيدان الشخصيه، جوتي مش جوتي زين بس زيدان. كان قائد ريال مدريد طبعًا. في فتره من الفترات كان كابتن الفريق، لعب مع ريال مدريد اكتر من 12 سنه في الفريق الاول، توج بدوري ابطال اوروبا. هو كل الفكره ان الموسم اللي هو بيعمله في لورنتينو بيريز انتقالي، عشان كده انا بقول ان هو من اذكى الشخصيات في عالم كره القدم. انت عارف ان في كره القدم مش مشكله تضحي بموسم بس تبص على اللونج تيرم. هو مش عايز يضحي بجوتي خليفه لزيدان على طول. صح. مش عايز يجيب لعيب زي مثلا ايدن هازارد يقول له انت خليفه رونالدو. اي حد تقول له انت خليفه رونالدو هيتحرق مهما كان. ارقام رونالدو بنتكلم في 450 هدف في 9 سنين، ارقام خرافيه ما حدش عارف يعملها يعني، مع حاجه ما يعني باستثناء ميسي يعني. بنتكلم في رونالدو وميسي هم قطبين هنا نادي الماء هنا لما يحصل انت متعيا يعني انت فاهم. احنا بنتكلم في 100 جون و120 جون فيا خبر ابيض، 450 هدف في 9 سنين. فلما انا اجيب اي لعيب في الدنيا اقول له انت خليفه رونالدو، يعني فينسوس جونيور مثلا كان قال ان انا ممكن البس الرقم 7 حجبوه قالوا له لا مش هتلبس 7 عشان ما تتحرقش. اسنسيو طالب انه يلبس رقم 7 حجبوه قالوا له مش هتلبس رقم 7. فبالتالي انت بتتكلم في ان هو راجل ذكي بيحمي الفريق هذا الموسم لانه عارف ان موسم انتقالي صعب جدا 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 على الفريق. اي بديل هيجيبه هيخسره. فانا كنت انا اتوقع وفقا للتقارير اللي طلعت ساعه انتقال رحيل زين الدين زيدان وترشيح جوتي بشكل كبير جدا، ثم الفجأة التغيير للوبيتيجي مع رحيل كريستيانو رونالدو والاقتراب من ايدن هازارد ثم التراجع عن التعاقد مع اي لاعب، انا شايف ان فلورنتينو بيريز بشكل او باخر وباتفاق ضمني كده بينه وبين نفسه ضحى بالموسم المقبل من اجل اعداد جيل قوي جدا لريال مدريد في الموسم ما بعد المقبل، تكون اللعيبه دي وقفت على رجليها، تخلص من ارث رونالدو وزيدان مع ادخال نجوم لما يجوا ما يبقوش خليفه رونالدو وزيدان ولكنهم جايين تدعيم للفريق، لان خلاص الموسم اللي ما بعد رونالدو وزيدان هيكون انتهى. طيب تعال نروح للدوريات. عندنا لقاءات بكره يوم الجمعه بدايه من الدوري الالماني، عندنا مباراه البايرن وهوفنهايم، والبايرن اكيد طبعا مدير فني جديد توج ببطوله السوبر الالماني امام فريق اينتراخت فرانكفورت. شايف مباراه بايرن ميونخ وهوفنهايم ازاي؟ هل بايرن كالعاده بلا منافس في الدوري الالماني ولا ممكن نشوف حد منافس للموسم ده؟ هو السنه دي ممكن يعني ممكن نخش يعني ممكن نشوف حد ينافس شويه بروسيا دورتموند، ممكن تخش بشكل او باخر مع بايرن ميونخ، مش عشان قوه بروسيا دورتموند المفروضه ولكن لان بايرن ميونخ كان هادي جدا جدا في سوق الانتقالات، تخلص من ارتورو فيدال ما دعمش الفريق بشكل خالص. كبير جدا كان في كلام على جيروم بواتينج، ما زال الكلام مستمر حتى نهايه الميركاتو في اسبانيا مثلا ان هو ممكن ينتقل لفريق ده بالنسبه لمباراه اينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ في السوبر الاخيره اللي انتهت بفوز بايرن ميونخ 5-0. يمكن بايرن مديره الفني نيكو كوفاتش يعني هو كان المدير الفني لاينتراخت فرانكفورت لما فاز ببطوله الكاس على حساب البايرن. بايرن يعني هو فاز على البايرن وعلى فرانكفورت في اقل تقريبا من شهرين ثلاثه في الكاس قعد على الدكتين وكسب ده وكسب ده. شايف ان تعاقد كوفاتش كويس مع فريق بايرن؟ هل بايرن هيلاقي يعني احنا عارفين ان الالمان بيحبوا الالمان. بالظبط. تعاقد مع جوارديولا عمل مشكله كبيره بالزبط. ايضا يعني تخلصوا منه وبعد كده كانوا مبسوطين، لكن تعاقد مع كرواتيا هل شايف ان ده يعني هيمشي مع مدرسه البايرن؟ هو بايرن ميونخ عنده مشكله فعلا مع المدربين الاجانب شويه، يعني ما مشيش قوي مع كارلو انشيلوتي، ما مشيش قوي مع بيب جوارديولا رغم النجاح بيب جوارديولا لم ينقصه الى تشامبيونز ليج، ولكن في الاول وفي الاخر لم يحقق نجاحات بايرن ميونخ المعتاده يعني طبعا. ولكن نيكو كوفاتش تحديدا هم ما بيعتبروش كرواتي قوي لانه عاش حياته كتير جدا في المانيا ولعب في شقه بالظبط، لعب بايرن ميونخ وحتى اخوه كوفاتش برضه لعب معاه في المانيا يعني بيعتبروه شبه الماني. كوفاتش من ابرز مميزات بايرن ميونخ ان هو القدره والجرأه على اعطاء الفرص، دايما بيدوا الفرصه للمدرب، خد وقت يعني كان من اوائل الناس اللي ادوا فرصه ليورجن كلينزمان. سنه بص سنه عامل يعني سنه صغير جدا في السن هنا المدرب لما 60 سنه بيقول عليه المدرب الشاب. طب بالظبط لسه المدرب لسه عايز خبره يعني انت هنا بيبقى عنده مثلا 55 سنه عايز خبره. انا عايز اقول لك حاجه عمر، يعني هو الخبره بتيجي منين؟ الخبره بتيجي من الاحتكاك يعني بالزبط. ممكن يكون عندك انت 30 سنه لكن انت عندك احتكاك. عارف النكته اللي بتتقال ان انت رايح مقدم على سي في يقول لك انا عايز 3 سنين خبره ما لسه متخرج. 3 سنين خبره ازاي؟ صح انت بتاخد قماش انت بتشكل فيها زي ما انت عايز. يعني عايز ناجلزمان مدير الفني لهوفنهايم بالظبط عنده كام؟ 30 ولا 31 سنه؟ دلوقتي 32 سنه. طيب كان مرشح لمنتخب المانيا، كان مرشح لبايرن ميونخ ومرشح للبايرن، مرشح لكتير وكان بيدرب هوفنهايم وهو عنده 29 سنه مدير فني فريق اول. وناجلزمان ده هو مشروع المانيا اللي جاي، يعني هو بيعدوه ان هو يكون مدرب بايرن ميونخ في وقت من الاوقات.
بتتكلم في 32 33 سنه. مسج ورساله قويه جدا لاي حد عنده حلم وطموح لاي طبعًا. حاجه مفيش حاجه مستحيله. 32 33 سنه 29 سنه بدرب في البوندس ليجا 29 سنه انا بدرب في البوندس ليجا 29 سنه هنا 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 في مصر ممكن يكون بيعمل ايه؟ بيدور على اكاديميه يدرب فيها فريق صغير في السن عشان يبدا ياخد خبرات. انا بدرب في البوندس ليجا لكن للاسف الاجواء بره يعني بتساعد على كده العقليه في مصر. فكره الايمان بالقدرات انا ما عنديش الزوائد الكتير قوي اللي انا يعني ما زي ما انت قلت بالظبط انا عايز خبره. طب ما هياخدها منين؟ ما الخبره دي هياخدها منين؟ لا اصل يقعد جنب مدرب كبير. طب ما هو مهما قعد جنب مدرب كبير هو مش صاحب قرار مش هيعرف ياخد المحك مش هيعرف ياخد القدره على اتخاذ القرار. لكن طبعا احنا بنتكلم ان هو من اجرى المدارس في منح الفرص هي المدرسه الالمانيه تحديدا بايرن ميونخ. نيكو كوفاتش مدرب حقق زي ما تفضلت وقلت نتائج جيده جدا مع اينتراخت فرانكفورت. كسب بايرن ميونخ شخصيا في نهائي كاس ثم كسب اينتراخت تاني شخصيا في السوبر. فهو مدرب عنده مستقبل كبير جدا تجربته ملامحها قد تكون واضحه الى حد كبير ان هو ممكن ينجح مع بايرن ميونخ. بالاضافه ان بايرن ميونخ ميركاتو هادئ جدا في البيع والشراء فبالتالي الفريق محافظ على قوامه وتحديدا كمان الحفاظ على روبرت ليفاندوفسكي اللي كان يعني في كده شد وجذب انه كان عايز يمشي ويخرج يروح ريال مدريد. وبرده الصحف الالمانيه بيلد الالمانيه اتكلمت في ان الموسم الحالي نفس اللي حصل مع ريال مدريد الموسم الحالي بايرن ميونخ هيكمل بنفس التشكيله اللي موجوده ثم الموسم المقبل هيتم تدعيم الفريق بمهاجم قد يصل سعره ل 120 مليون يورو وجناح بديلا لروبن وريبيري اللي تقدمها في السنه. طيب بكره برضه معانا ماتشات او ماتش مهمه جدا بيشارك فيه النجم المصري احمد حجازي ميدلزبرا مع وست برامتش البيون في الدوري الدرجه الاولى الانجليزي. هل شايف عدم انتقال احمد حجازي لاحد انديه البريمير ليج او الدوري الممتاز الانجليزي علامه استفهام؟ كبيره جدا جدا. مع انا احمد حجازي انا بالنسبه لي قدم مستوى رائع رغم هبوط وست بروميتش لكن قدم مستوى رائع جدا في اول موسم ليه في الدوري الانجليزي. الشرط الجزائي فقعدوا 10 مليون جنيه استرليني فمش كبير. انا بالنسبه لي انا شايف ان دي بتبقى ليه علاقه بوكيل لعيبه. معايا وكيل لعيبه شاطر هيخليني اروح ريال مدريد 100%. احنا شفنا رياض محرز بعد ما اخذ احسن لاعب في الدوري الانجليزي بعديها فضل في ليستر سنتين مش عارف يمشي. انا بقى ومحمد صلاح في موسم مع روما بالظبط جاب شويه اهداف عمل شويه اسيست ظهر بمستوى رائع عرف يروح من روما لليفربول عشان معاه وكيل اعمال بيعرف الايجنت اللي يعرف يحركك الايجنت اللي عنده علاقات قويه ويعرف يحركك. احمد حجازي كان مفاجاه بالنسبه لي خصوصا انا بقول لك ان الشرط الجزائي في عقده يعني ضعيف جدا 10 مليون جنيه استرليني فكان اي وكان فيه اهتمام من نيوكاسل وكان في كذا يعني فيه اهتمام من انديه كتير كل انديه البريمير ليج تقريبا وايفرتون اتكلموا عليه في نهايه الموسم الماضي كل انديه البريمير ليج تقريبا باستثناء التوب 6 كانوا بيتكلموا على احمد حجازي بعد الاداء القوي اللي هو عمله يعني لعيب مدافع وياخد مان اوف ذا ماتش في اكتر من 3 4 مباريات اول مباراه ليه في الدوري الانجليزي بهدف يعني لا يعني بالظبط يعني ولعب كاس عالم اخيرا بشكل اساسي طبعا. فهو واضح ان هو في عنده مشكله في الايجنت بتاعه. انا بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره جدا بقائه مع وست بروميتش خصوصا ان وست بروميتش عنده مشاكل خصوصا ان وست بروميتش الفريق لن يساعد احمد حجازي في العوده يعني قريبا للبريمير ليج. فانا اعتقد ان احمد حجازي لازم يدور بشكل جدي على الانتقال في يناير لان وست بروميتش في ازمه كبيره جدا جدا ولا يليق باحمد حجازي ولا يليق بالمستوى اللي بيقدمه احمد حجازي. ومش عيب بقى نقول نصيحه كده لكل لعيبه الكوره اللي في مصر مش عيب لو وكيلك ضعيف غيره. فكره انك تشله ان طلعك اوروبا ما طبعا يعني اسالك سؤال تاني لو انت دلوقتي قلت لك انصح اللاعب المصري لو عنده وكيل ضعيف وبالتالي ما عرفش يساعده ان هو يرجع تاني للنادي اللي كان متألق فيه يعني مثلا بنتكلم على محمود حسن تريزيجيه بالأخص تمام لاعب عنده إمكانيات على أعلى مستوى طبعا. تمام شارك مع منتخب مصر راح بلجيكا حصل له ظروف ما لعبش في أندرلخت راح موسكرون تألق راح الدوري التركي تألق لكن بنسمع كل مرة عن انتقال تريزيجيه للدوري الإنجليزي للدوري الإسباني وفجأة بنلاقي زي ما هو موجود. بنتكلم على رمضان صبحي من ستوك سيتي على دكه البدلاء كان بيلعب يعني المفروض يلعب اساسي هادرز فيه نفس القصه. هل انت شايف دلوقتي ان نصيحه او عمر عبد الله لما ينصح اللاعب يقول له ترجع بلدك تاني للنادي اللي انت كنت فيه تتالق تطلع تاني اوروبا ولا انت شايف ان هو يكمل في اوروبا ويشوف فرصه تانيه؟ فكره ان انت ترجع تاني دي صعبه جدا للعيب لعيب في اوروبا يعني انت ترجع مع كامل احترامنا طبعا للدوري المصري لكن احنا حتى لما لعبنا كاس عالم شفنا بقى الفروق قدام عينينا برافو عليك شفنا مستوى تاني خالص وليفل تاني خالص. انا بس هختلف معاك شويه في حته رمضان صبحي بالعكس انا شايفها تحسب لوكيله
لا انا بالعكس انا بسالك عارف ليه؟ انت عارف ليه بقول لك كده؟ عشان انت بتلاقي بعض الجمهور او بعض الناس اللي موجوده متابع كره القدم بتقول على رمضان صبحي ارجع مصر انت كنت بتلعب اساسي مع النادي الاهلي، فده اللي انا بتكلم فيه ان انت بتنصحه تقول له ايه؟ لا كمل في كمل في الاحتراف، كمل في الاحتراف. يعني هو مع ستوك سيتي ما كانش بيشارك بشكل اساسي، لما هبط ستوك سيتي ان وكيله يقدر يجيب له عرض في البريمير ليج دي حاجه قويه جدا. طبعا احنا بنتكلم على احمد حجازي رمضان صبحي واحد بيلعب اساسي واحد ما بيلعبش خالص، واللي ما بيلعبش قدر انه يكمل جدا. يعني انا شايفها بصراحه بالظبط قوه من وكيل رمضان صبحي ان هو يلاقي له عقد في البريمير ليج ويبقى متواجد. وانا اتمنى من رمضان صبحي انه يشيل من دماغه فكره انا عايز اتالق، لا يعني غير الكلمه خليه عايز العب. العب الاول بعد كده اتالق، ما تحطش في دماغك انا عايز اتالق على طول، لان مش يعني ما حدش بيطلع الدور السابع على طول. صح. واحده واحده العب وبعد كده اتالق. وعندك الفرصه في هادرسفيلد، عندك الفرصه مع مدرب كويس جدا جدا ديفيد فاجنر، مدرب من احسن المدربين اللي كانوا موجودين في الموسم الماضي في البريمير ليج، وحصد مدرب الشهر في اول شهر في البريمير ليج اغسطس 2017. فهو مدرب قوي جدا ممكن يساعدك انك تتطور. تريزيجيه انا حتى هذه اللحظه مش فاهم ازاي على بعد خطوه من انتر ميلان واعاره سنه في بارما تتراجع عن كل هذا الاتفاق، مش قادر افهم يعني مش قادر افهمها. يعني حتى هو اللي تراجع يا عمر؟ طبعا تراجع. احنا متابعتنا للصحف الايطاليه خلاص كان تريزيجيه على بعد خطوه، على بعد. حتى يعني جمهور يوفنتوس كان بيضحك كده بيقول له يعني يا تريزيجيه ما تحطش الاسم على تيشيرت انتر. صح. لان تريزيجيه طبعا انت عارف نجم كبير بالظبط، اسطوره في اساطير يوفنتوس. فالراجل كان على بعد خطوه ان هو يروح انتر، هيطلع اعاره سنه بارما وهيرجع تاني على انتر. انتر ميلان فريق كبير جدا في الكره الاوروبيه، وفريق وعامل ميركاتو السنه دي هايل انتر ميلان. فبالتالي انت كان عندك فرصه تحط رجلك في فريق قمه. انا حتى هذه اللحظه واضح جدا جدا ان نصائح، سيبك من الشغل بقى زي ما كنا بنتكلم كده على خورخي مينديز وعلى مينو رايول، واضح ان نصائح وكيل تريزيجيه لي الى حد ما غير موفقه. انا طبعا ما اعرفوش مين فعلا والله، يعني عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا بنتحامل عليه، انا فعلا ما اعرفش مين وكيل تريزيجيه، ولكن انا بدعو تريزيجيه وبدعو وكيله ان هم يركزوا شويه في النصائح. يعني حتى بعد تالقك مع قاسم باشا جالك جلطة سراي، طب خد خطوه في الدوري اللي انت فيه، يعني روح جلطة سراي تلعب شامبيونز ليج، جمهور كبير العين عليك بالظبط بالظبط. ولا وكمان الفريق له يعني فريق بالظبط، لعب ودراجبا لعب وفتح تريم بقى بالظبط، يعني وشنايدر لعب وفتح تريم مدير فني المدير الفني التاريخي، واي فرقه راحت تلعب جلطة سراي في جلطة سراي بتشيل هم الجمهور والملعب، فرقه يعني صعبه زي ما بيقولوا كده في الكوره عظمه، يعني مش هتروح تلعب جلطة سراي ماتش سهل. انا افتكر ان جلطة سراي كان سبب في خروج يوفنتوس من شامبيونز ليج 2013 مظبوط. فيعني احنا بنتكلم في يعني خد خطوه ليه قاسم باشا تاني، مع كامل احترامنا برضه لقاسم باشا احنا عايزين مصلحته، يعني احنا كان نفسنا ان تريزيجيه يبقى في فريق قمه. فكره انك تلعب في فريق قمه في اي بلد اللعب في القمه غير فريق الوسط صح، يعني باستثناء الدوري الانجليزي بس ان انت تلعب فريق قمه في اي دوري ده عايز دايما تكسب، عايز دايما بطولات، دوافع مختلف خالص خالص، دوافع نازل كل مباراه عايز تكسب بالزبط. بتلعب على المركز الاول، ضغط جماهيري جمهور البلد اللي موجود دايما مع احسن لعيبه موجوده مع احسن امكانيات مع احسن كل حاجه. واضح جدا جدا ان نصائح وكيل تريزيجيه غير موفقه. اتمنى ان يعني ان شاء الله ربنا يدينا الصحه كده وتطلع عمرنا، نقعد السنه الجايه نكون بنبارك لتريزيجيه على الانتقال لنادي اكبر باذن الله. يوم السبت لقاءات الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد راي فايكانو، شايفها ازاي سريعا عشان الوقت بيجري مننا، فعايز اعرف يعني رايك او ارائك في اللقاءات اللي هنقولها بعد كده. اتلتيكو مدريد بادئ الموسم بشكل كويس جدا، حافظ على السكواد بتاعه بالزبط. بدايه الموسم بتشهد بالظبط بقاء جريزمان، بقاء دييجو كوستا، حتى الاستغناء عن جابي وتدعيم خط الوسط برودري، شفنا يعني قائمه شبه متكامله في السوبر لاول مره في التاريخ. سكواد اتلتيكو مدريد يتفوق في السعر على ريال مدريد، اعتقد انه هيبقى منافس قوي جدا جدا على الدوري الاسباني هذا الموسم، وقد يستغل حاله الغيبوبه المتوقع لريال مدريد، ممكن ما يخشش في الغيبوبه دي بس قد يدخل ريال مدريد في غيبوبه فينافس اتلتيكو مدريد بقوه برشلونه على الدوري. بلد الوليد برشلونه، وهاخد من اخر اجابه ليك على الغيبوبه زي ما احنا كنا متوقعين غيبوبه برشلونه الموسم الماضي بعد السوبر، لكن فاجئنا بمستوى بالظبط قوي جدا الكل بعد السوبر ذهابا وايابا امام ريال مدريد، قال خلاص بقى برشلونه كده ودع وخلاص، لكن شوط قوي جدا مع ارنستو فالفيردي وقدر انه يحصد الثنائيه. واضح ان في مواجهه بلد الوليد، انت شايف ايه هتبقى مواجهه افتتاحيه لبرشلونه؟ اعتقد ان هي في متناول برشلونه بشكل كبير جدا، خصوصا كمان تصريحات ميسي في كاس خوان جامبر لما قال احنا عنا على دوري الابطال السنه دي، فواضح ان برشلونه داخل بطموحات اكبر الموسم ده. نروح للدوري الانجليزي وابرز اللقاءات اللي موجوده، مباراه ولفرهامبتون ومانشستر سيتي بعد غياب كيفن دي بروين. هل كيفن دي بروين هيكون يعني عامل سلبي على بيب جوارديولا، ولا بيب جوارديولا دايما محضر اسلحته ومحضر
مصدر الاسكواد البديل اللي يكون موجود لو اي حد من النجوم اتصابوا. من ابرز مميزات بيب جوارديولا ان عنده منظومه لعب اي حد بيخش فيها فيقدر يعوض غياب كيفن دي بروين. ولكن الحاجه السلبيه الوحيده سريعا كده ان اصلا مانشستر سيتي وبيب جوارديولا كان طالب لاعب خط وسط بديل لفرناندينيو في وسط الملعب وهذا لم يحدث، فهو عنده اصلا مشكله في خط النص. غياب دي بروين كمان هياثر الموضوع ده، بنتكلم في اصابه شهرين او ثلاث شهور. بالظبط، هياثر بشكل كبير جدا على بيب جوارديولا وتركيبه خط الوسط بتاعه في انطلاقه الموسم. اعتقد ان اصابه كيفن دي بروين هتاثر بشكل كبير وهتبقى عامل سلبي، وان كان هيبقى في المتناول انه يعدي المباريات البسيطه، يعني ممكن تسبب له ازمه في افتتاحات شامبيونز ليج، وفي المباريات الكبرى في الدوري الانجليزي. ارسنال وست هام، هل انت شايف ارسنال هيعرف الموسم ده يكون مع التوب فور او المربع الذهبي ولا؟ وكمان عايز اسالك على النني، هل النني ممكن ينتقل في الفتره اللي جايه في الايام القليله اللي باقيه من الميركاتو فعلا لمارسيليا، ولا النني باقي مع ارسنال؟ قبل مباراه وست هام كان ممكن يمشي، قبل مباراه مانشستر سيتي كان ممكن يمشي، بعد مباراه مانشستر سيتي وظهور ماتيو جندوزي بالمستوى اللي ظهر بيه اعتقد ان النني ممكن يكمل وياخد فرصه شويه، لان ماتيو عمل بري سيزون رائع جدا مع ارسنال، بس في المباراه الرسميه ما كانش في المستوى المطلوب. بالظبط، فهو عمل بري سيزون رائع جدا مع ارسنال، لكن اول ما بدات المباريات الرسميه ما كانش على المستوى المأمول، فده قد يمنح بعض الفرصه لمحمد النني اللي عنده مشكله ومعركه كبيره جدا بعد التعاقد مع لوكاس توريرا ومع ماتيو بتواجد جرانيت تشاكا. اعتقد ان النني محتاج ان هو يعمل مجهود مضاعف على للحفاظ على مكانه. ويست هام نتيجه خادعه جدا امام ليفربول، فريق مع مانويل بيليجريني اعتقد انه هيكون له شان في الدوري الانجليزي هذا الموسم. بدايه الموسم مش معبره دايما بالشكل الكافي، اتخطفوا ليفربول واحد من اقوى الفرق في اوروبا يعني حاليا، شفنا تالق كبير جدا للثلاثي بتاع الموسم الماضي، فبالتالي النتيجه خادعه. مباراه صعبه جدا على ارسنال على فكره، لان ويست هام هيحتاج ان هو يعوض رباعيه ليفربول مع عدم انسجام ارسنال حتى هذه اللحظه مع افكار يوناي امري. ليفربول هيلعب الساعه 6:30 امام برايتون، شايف مباراه عامله ازاي؟ مباراه قويه جدا، ليفربول عنده اسلحه فتاكه، الفريق الاكثر اكتمالا في الدوري الانجليزي حتى هذه اللحظه، اكثر فريق دعم صفوفه، كل الامور دي على الملعب وفي الورق رائعه جدا ولكن هل نفسيا هيتحمل فريق الضغوط ويورجن كلوب يتحمل الضغوط؟ ضغوط المرشح الوحيد لمنافسه مانشستر سيتي هي دي اللي هتفرق. شفنا تالق كبير جدا 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 امام في المباراه الاولى امام ويست هام والفوز برباعيه، فاعتقد ان هي فريق ليفربول يعني سد كل الثغرات اللي كانت موجوده الموسم الماضي، التعاقد مع اليسون بيكر في حراسه المرمى، التعاقد مع فابينيو، التعاقد مع نابي كيتا، التعاقد مع شاكيري، فريق قوي جدا. نتمنى ان ربنا يوفق محمد صلاح اكتر واكتر، وحصول ليفربول على الدوري السنه دي سيجعل محمد صلاح هو اسطوره ليفربول في العصر الحديث بكل المقاييس ان شاء الله. طيب اخيرا نروح الدوري الايطالي، ويوفنتوس ولاتسيو ونابولي وميلان، لقاءين قمه اكيد طبعا، هنشوف دوري ايطالي قوي السنه دي. يوفنتوس ولاتسيو، شايف فرص يوفنتوس ازاي؟ نابولي وميلان بعد تعاقدات ميلان القويه وايضا تعاقد نابولي مع انشيلوتي، عايز اعرف رايك في اللقاءين. نابولي بيمر بمرحله صعبه جدا، متفق مع دي لورينتس، ميركاتو ضعيف جدا جدا، رئيس النادي بيهاجم الجمهور كل ثلاث ساعات تقريبا، يعني ما مشكله كبيره جدا، بيهاجم جماهير فرقته كل فتره، لازم يطلع يهاجم الجماهير. ميلان عمل صفقات قويه جدا من السنه اللي فاتت، واحنا بنقول ان ازمه ميلان ما كانتش في الملعب قد ما هي كانت في المكتب. مالديني فارق مع ميلان جدا جدا، مالديني هيفرق، ليوناردو فارق بشكل كبير جدا جدا مع ميلان. الاداره الجديده اليوت، بنك اليوت اللي استثمرت في النادي، احنا دايما كنا بنقول، كنت عايز اقول لك ان احنا دايما بنقول المشكله مش في الملعب، المشكله في المكتب. صح، فلما حلوا المشاكل فوق في المكتب وحطوا هيد اوفيس كويس، الفريق بدا يفوق، خصوصا كمان ان دي اول مباراه يعني لميلان هيبدا من الجوله الثانيه، لان الجوله الاولى طبعا كلنا عارفين ان هي اجلت بسبب ضحايا جسر جنوا. فاعتقد ان هي مباراه قويه جدا، ميلان هيبقى عايز يعبر عن نفسه مع جاتوزو، جاتوزو الوحيد اللي هيبقى الضغوط عليه اكبر لانه عارف ان كونتي قاعد مستني الفرصه. يوفنتوس ونابولي، انا مع جاتوزو، انا بحب جاتوزو جدا جدا ومتعاطف معاه لابعد الحدود، ابن النادي وعنده حماس وعنده مستقبل، شايف ان هو بيذاكر دايما على طول، شايف ان هو لكن متحمس. الاداره شايفه ان كونتي هو المناسب للمشروع. انت شايف ايه؟ شايف سريعا كده، شايف ان جاتوزو ممكن يكون يكمل مع ميلان حتى لو كونتي جه يبقى موجود مع كونتي، ولا جاتوزو ممكن ما يوافقش؟ لا لا لا، هو لازم يوافق، لان دي اول تجربه كبيره ليه، لما يشتغل مع مدرب زي كونتي نفس الخصائص تقريبا، نفس الجرينتا، نفس الشغل، جدا هيخبطوا في بعض، لو كسبوا هيخبطوا بعض جامد. ولكن هو محتاج ان هو يتعلم من مدرب كبير، يتعلم ان هو خد التجربه السنه اللي فاتت، ولكنه
يعني ما كانش على المستوى المأمول، خسر المباراة النهائية في الكاس بالرباعية. طبعا الموسم الماضي غير الموسم ده تماما، ولكن اعتقد ان جاتوزو محتاج ان هو يشتغل مع كونتي شوية. سريعا يوفنتوس ولاتسيو، مباراة قوية جدا جدا جدا، اول مباراة ليوفنتوس على أليانز ستاديوم، او الظهور لرونالدو على أليانز ستاديوم، المباراة الاولى كانت خارج ارضه، فاعتقد ان هي برضو مباراة هتبقى مهمة جدا وتحت المنظار جدا، لان كل مباريات يوفنتوس هذا الموسم هتبقى تحت المنظار في اوروبا كلها مش في ايطاليا عشان كريستيانو رونالدو. عمر شرفتنا وعطينا، كل سنة طيب وعيد سعيد عليك يا رب وعلى الأسرة الكريمة وعلى كل الشعب المصري، إن شاء الله كل سنة كده تكون موجود معنا إن شاء الله. ربنا يخليك عمر، أنا سعيد جدا إن أنا كنت موجود معاك، فعلا استمتعت، وأنت عارف يعني دايما الظهور معاك له طعم تاني، وكل سنة وأنت طيب، وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي بخير يا رب بإذن الله. كنا مع حضراتكم في الأهلي الليلة، وطبعا ختاما بفقرة الكرة العالمية مع الناقد الرياضي عمر عبد الله، اتكلمنا معاه بشكل عام على الأجواء اللي موجودة في الساحة العالمية، واتكلمنا على الجولة القادمة في الدوريات الأوروبية. نشوفكم إن شاء الله يوم السبت على خير في حلقة جديدة من الأهلي ليلة. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.